بحب الصباح. يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. يعني شاذلي النهاردة الحقيقة، امبارح كان يوم مميز والنهاردة كمان يوم مميز، ولسه منتدى الشباب العالم مكمل معانا لغاية يوم 13 ان شاء الله. ان شاء الله صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم، ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، ثالث حلقات صباح الخير يا مصر من هنا من شرم الشيخ. بنتابع مع حضراتكم تفاصيل الجلسات وورش العمل المختلفة على هامش طبعا منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. امبارح شفنا كلنا الافتتاح، ومفيش ادل على اهتمام الدوله بالشباب من اللي شفناه امبارح. بتسمعهم، بتعرف افكارهم، يعني كمان ضيوف مصر اللي كانوا موجودين، شفنا شخصيات مهمه جدا كانت موجوده امبارح حضره الافتتاح، شفنا كمان الروبوت اللي رحب بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت حاله من البهجه وحاله من الفخر شفناها امبارح. هنتابع كل تفاصيلها ان شاء الله مع حضراتكم النهارده. ان شاء الله طبعا، يعني النهارده هنقول لحضراتكم تفاصيل كل اللي حصل امبارح. امبارح طبعا كان يوم افتتاح منتدى شباب العالم في دورته الرابعه، كل التفاصيل هتكون معانا النهارده واكتر كمان. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ. دلوقتي بقى نبدا مع حضراتكم تغطيتنا النهارده لمنتدى شباب العالم، وتحديدا للي حصل امبارح في الجلسه الافتتاحيه وفي مسرح الشباب، وكمان هنتابع اللي هيحصل النهارده في المنتدى. لكن قبل ما نبدا بقى ناخد راي جمانة الاول في الفيديو، ايه رايك؟ لا الفيو حلوة قوي الحقيقة، يعني شرم الشيخ كلها يعني الفيو والمنظر الحقيقة رائع، واحنا كمان شايفين انه في نسبة اشغالات عالية جدا، ودي حاجة تفرحنا. يمكن حتى شايفين فعلا سائحين من مختلف الجنسيات موجودين، جو حلو قوي قوي، يعني ولا حر ولا برضو الصقيع، يعني اللي محدش يقدر يستحمله، جو فعلا حلو جدا، المناظر خطيره. لا يعني انا مبسوطه، يعني كنت حتى اما جيت هنا حسيت ان انا كنت محتاجه اجي اشوف بقى المناظر دي يعني. طيب احنا طبعا بنبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح، لكن احنا النهارده هنبدا بفقره ضيفتها جمانة طبعا، نجمه حفل الافتتاح امبارح، بنت صباح الخير يا مصر. فلازم بقى نتعرف منها بقى على الاستعدادات، كانت متالقه امبارح الحقيقه، فنعرف منها بقى برده الاستعدادات بتاعتها كانت عامله ازاي. طبعا يعني بشكرك يا شاذلي، بس الحقيقه انا والله يعني اول ما عرفت ان انا هكون موجوده في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، خاصه النسخه دي ليها خصوصيه بما انها نسخه جت بعد يعني بعد تقريبا سنتين. دي النسخه السنه اللي فاتت ما كانش فيه طبعا بسبب جائحه كورونا، فكانت هذه النسخه انا عارفه ان ليها خصوصيه، اولا في توقيتها، ثانيا في ظروفها، ظروف الجائحه اللي موجوده، ولو هنتكلم على الظروف كمان اللي موجوده حاليا، ظروف جائحه كورونا في العالم كله. في اول بدايه معرفتي باني هكون موجوده في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، انا خفت الحقيقه شاذلي، خفت وحسيت ان هيبقى عليا مسؤوليه كبيره جدا، لانه انا امثل مصر امام العالم فعلا. ولما جيت هنا وشفت كم الشباب اللي موجود من مختلف انحاء العالم، مدى اهتمامهم بالمنتدى فعلا، المنتدى بالنسبة لهم مش مجرد فسحة، ولا مجرد ان هم بيجوا يزوروا بلد ان كان لأول مرة او حتى بلد اعتادوا ان هم يزوروها، لا المنتدى بالنسبة لهم بقى عبارة عن فرصة، لان هم بيجوا هنا بيناقشوا، اولا بيقعدوا في جلسات، بيحضروا جلسات، بيعرفوا معلومات اكتر، بيعرفوا حاجات كتير جدا يمكن تكون غايبة عنهم. ده غير ان هم بيقعدوا هنا بيشوفوا كمان فرص جديده للستارت ابس والشركات الناشئه وما الى ذلك، بيتعرفوا على بعض، الموضوع فعلا بالنسبه لهم بيبقى فرصه. ويمكن امبارح تابعنا في الافتتاح كلمات الشباب اللي كانوا موجودين صحيح. في النسخ السابقه، وقد ايه المنتدى فعلا فرق معاهم، وقد ايه هم استفادوا من المنتدى، وقد ايه المنتدى كان بالنسبه لهم بيمثل لهم فرصه ان هم يحققوا احلامهم، وان هم يبتدوا ان هم يوظفوا كمان مهاراتهم وهواياتهم عشان يقدروا يستفيدوا منها بالشكل الامثل. لما شفت قبل حتى ما نبدا الافتتاح، شفت الشباب اللي كان موجود في القاعه طبعا في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ، انا شفت فعلا فرحه الشباب دي ان هم موجودين. وكمان كانوا كله اللي كان موجود باعلام بلاده، وكانوا دايما بيتفاعلوا مع بعض، المنظر فعلا فعلا كان يحسسك انه لا العالم بخير، والعالم يتجه لوضع واقع افضل لو فعلا قدرنا نحقق ده على ارض الواقع. واحنا قدرنا فعلا نوحد، يمكن الشباب اللي موجودين دلوقتي دول هم
يعني ان شاء الله قادة المستقبل وزعماء المستقبل وكوادر المستقبل. فلما تقدر تزرع جواهم من دلوقتي ان احنا فعلا كلنا واحد، وبالرغم من انه جائحة كورونا طبعا يعني ظروفها صعبة على العالم كله، لكن زي ما دايما بنقول احنا عرفتنا ان احنا مصيرنا واحد، العالم مصيره واحد شئنا ام ابينا، وده يمكن الوضع اللي احنا اتحطينا امامه وعرفنا الامر الواقع ده. فانا كنت سعيده جدا. الاستعدادات طبعا كان لازم اكون مستعده نفسيا ومستعده مهنيا عشان اقدر اكون على مستوى الحدث. اتشجعت وتحمست لما فعلا شفت الشباب اللي موجودين وشفت القادة والزعماء اللي كانوا موجودين، وكمان رعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وحرمه السيدة انتصار السيسي، الحقيقة دعم كبير جدا. وشفت بعيني انه يمكن يعني كل الشخصيات اللي كانت موجودة حقيقي قد ايه كان قلبهم على الحدث، وازاي انه لازم يطلع باكتر شكل يليق بشكل مصر. الشباب المنظم للمنتدى انا مهما حكيت لك عن قد ايه هم بيساعدوا قد ايه هم بيتعبوا. يمكن موقف حصل قدامي امبارح، كنا في الفندق وكان في بنت منهم دراعها وقف من كتر الاجهاد وبتعيط فعلا من الوجع، ولكن هي والله وهي بتتكلم هي كان لازم للاسف تروح المستشفى، بس للاسف هي كانت بتعيط. انا بقول لها يعني ما تلاقيش خير ان شاء الله، هي قلقانه على شغلها يعني هي عايزه تشتغل. لا هي الان هي عايزه تشتغل وعايزه تكمل الحاجات اللي عندها. هم تعبوا بقالهم كام شهر شغالين، فيعني مش مشكله، انا مش مشكله. صحيح، المهم ان المنتدى يخرج فعلاً بالشكل فعلا اللي احنا مخططين ان هو يخرج بيه. صحيح. فيعني وشفت كمان طبعا تابعنا كلمات يمكن انطونيو غوتيريش، تابعنا ديفيد مالباس، تابعنا كلمات كتير جدا وقد ايه هم كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين حتى لو ما كانوش موجودين فعليا او حضوريا معانا في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، لكن كانوا حريصين حتى انه عبر الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي او عبر فيديو كونفرنس او فيديوز، كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين ويشاركوا في هذه النسخه الاستثنائيه، استثنائيه بكل المقاييس بكل ظروفها بكل ما فيها. حقيقي هي استثنائيه بكل تاكيد يا جمانه. كل التفاصيل اللي انت اتكلمتي فيها بالتاكيد هتكون معانا في صباح الخير يا مصر النهارده. احنا دي ثالث حلقه لينا من صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ عشان نتابع المنتدى في نسخته الرابعة من نفس المكان ده. بنصبح عليكم كل يوم من كونكورد السلام من هذا المنظر الجمالي الرائع زي ما حضراتكم شايفين كده في الخلفية. في خلفية الكاميرا مش باين غير الطبيعة بس، يعني انت مش شايف غير البحر بس، فاعتقد انه مفيش اجمل من كده فيو ممكن نصبح على حضراتكم منه. هنبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده زي ما احنا متعودين بمجموعه من الاخبار والفقرات والحاجات اللي حصلت امبارح. طبعا اللي حصل امبارح بالتاكيد تغطيه لمنتدى شباب العالم والحفل الافتتاحي اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام والشباب اللي كانوا مشرفينا من 196 دوله حول العالم لمناقشه العديد والعديد من القضايا، يمكن ابرزهم التغير المناخي والعالم بشكل عام ما بعد جائحه كورونا. وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا وبسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل. شكرا. ايضا من اهم فعاليات امس ومن اهم اخبار امس انه رئيس عبد الفتاح السيسي وخلال حضوره طبعا منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه قال سيادته ان منتدى شباب العالم بات منصه حوار وتواصل واداه لتبادل الرؤى. الرابعه من منتدى شباب العالم، تلك المنصه التي باتت منصه حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة، سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل
المشترك من أجل الإنسانية والسلام. امبارح كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية واللي كانت بتتكلم عن أبرز التحديات في هذا العصر الحديث وهي فيروس كورونا، قال إنه إنذار الإنسانية وأمل جديد، وقال إنه جائحة كورونا عبارة عن تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، لكن في كل محنة توجد المنحة. الحقيقة خلينا نتكلم على مقدمة خاصة بجائحة كورونا. والحقيقة هو تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، والحقيقة أيضا أنها شكلت يعني تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي هي فترة السنتين اللي مروا دول. احنا دايما نقول ان في كل محنة تولد منحة، لان طبعا التداعيات اللي افرزتها الجائحة حتى الان، احنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت اغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها، في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. احنا أول ما جت عندنا أو جه فيروس كورونا، أول حاجة العالم كله عندنا وفي العالم كله يعني بدأت في حالة من الارتباك، العالم كله مش عارف يتصرف إزاي. فيمكن من أبرز العناوين الصحفية اللي قرأتها بعد انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم: ماذا لو لم يتحد العالم ضد فيروس كورونا؟ الإنسانية محتاجة أن هي تقف مع بعض، إحنا عايزين نحفظ بعض، عايزين نحافظ على بعض، لأنه ده تعدى كونه خطر صحي، تعدى كونه خطر اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي، لو تأثيرات على كل نواحي الحياة والكل بيتأثر. فكرة أن دولة عظمى اقتصادها كبير، شفنا دول عظمى واقتصادها كبير والوضع ما كانش بالنسبة لها أحسن حاجة، شفنا دول عظمى الوضع الصحي فيها كان كويس، برضو في دول عظمى الوضع الصحي والمستشفيات بتاعتها انهارت وما قدرتش أن هي تتحمل عدد المصابين اللي كانوا بيروحوا، وشفنا الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الوضع في إيطاليا، وشفنا وضع كبير جدا كان لازم تكاتف. حتى أنه أول ما بدأ يظهر لقاح فيروس كورونا يا جماعة بدأنا نتكلم في عدالة التوزيع، لأنه في دول المريض فيها مهما تعب يعني حتى لو وصل لأنه خلاص محتاج يتحط على جهاز تنفس صناعي مش موجود، التغذية السليمة مش موجودة، التهوية السليمة برضو مش موجودة، ففي دول وضعها صعب. فكان العدالة في كل شيء، لازم يكون في تكاتف من العالم، لأن ده تحدي عظيم بيواجه الإنسانية كلها مش بيواجه الدولة بعينها يا جمال. صحيح طبعا يا شاذلي، يمكن زي ما كنت بقول في البداية، جائحة كورونا حطت العالم كله أمام نفسه وشايف انه فعلا احنا مصائرنا كلها مرتبطه ببعض. يمكن زي ما كنت اتكلم على فكره عداله توزيع اللقاحات، احنا سمعنا حسب الابحاث والدراسات انه فيروس كورونا لن ينتهي، او بالاحرى لن تنتهي تحوراته الا اذا اللقاح وصل ل 70% من سكان العالم، يعني 70% من سكان العالم، مش 70%، مش هنتكلم عن كل دولة على حدة، لكن هنتكلم على 70% من سكان العالم. عشان نقدر نتخلص من التحورات اللي احنا بنشوفها كل شوية، يجب أن يصل اللقاح ل 70% من سكان العالم. ده هيحصل إزاي؟ أكيد بالوضع الراهن مش هيحصل، لأنه بالفعل في بلاد ما وصلهاش أصلاً اللقاح. قارة زي القارة الإفريقية، طبعا احنا عارفين ان القارة الإفريقية هي قارة نامية وفيها بلاد للأسف يعني تعتبر فقيرة، بلاد فقيرة مش وصل لها اللقاح، وده يخلينا يعني لو هنتوقع حسب الدراسات والأبحاث لسه هنشوف تحورات زي التحورات اللي بنسمع عنها كل يوم. ففعلا يعني مفيش قدامنا أمل ولا قدامنا طريق غير ان العالم يتحد. العالم يجب ان يقتنع انه دلوقتي احنا لازم نكون ايد واحده. حتى قضيه تغير المناخ، تغير المناخ ايضا يا شاذلي هي مش بتطال، يعني لا تطال بلد بعينها. احنا شفنا لما في حصل تغير في المناخ طال العالم كله، شفنا تغيرات في كل بلاد العالم، حاجات احنا ما كناش متوقعينها ولا حتى متخيلينها. ففعلا يا شاذلي ان لم يتحد العالم، اعتقد انه في الفتره ومش يعني مش فتره بعيده، لانه احنا بالفعل بالظبط مش المدى البعيد، شفنا بالفعل تغيرات العالم كله بيشهدها وبيجني ثمار
اللي حصل في الفتره اللي فاتت. احنا بنتكلم مش 10 سنين ولا 20 سنه، المدار الفتره اللي فاتت ده يمكن مئات السنين. وصلنا لتكنولوجيات عاليه والعالم تطور بشكل كبير جدا، لكن في كمان اضرار اخرى وكان في اثار جانبيه لهذا التطور ولهذا التقدم اللي العالم بيشهده. فان لم يتحد العالم مره اخرى وان لم يعني بيقتنع العالم ان احنا فعلا لازم نكون ايد واحده، اعتقد انه هنشهد ما لا يحمد عقباه يعني كما يقال. على اي حال لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. وكمان يا جماعه كنت عايز بس نتكلم برضو عن التجربه المصريه بقى في مكافحه فيروس كورونا، هو ده الخبر الجاي طبعا شاذلي كمان. وهيكون الخبر ده تحديدا عن الاصلاح الاقتصادي، يعني سياده الرئيس تحدث واشار الى التجربه المصريه في مواجهه الجائحه وقال انه مصر بدات اجراءات الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وتحدث انه ماذا لو لم يكن هناك اصلاح اقتصادي، ماذا لو لم يكن هناك هذا البرنامج برنامج الاصلاح الاقتصادي. وتحدث عن انه بالفعل كان في قسوة شديدة علينا كمصريين، لكن الحمد لله اتى بثماره وشفنا كمان فايدة هذا البرنامج الاقتصادي. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع على طول. خرجنا في خلال ال 18 وال 19 تقريبا من المسح ده ومن المبادرات دي بقدره صحيه لا باس بها. دي اللي احنا دخلنا بيها وتعاملنا بيها مع الكوفيد 19 يعني. طيب ده فيما يخص القطاع الصحي في مصر. زي ما كل الدول لما كانت بتاخد اجراءاتها طبقا لتقديراتها لحجم التحدي كإصابة وطبقا للمنظومة الصحية اللي موجودة فيها، المنظومات الصحية، في دول خدت إغلاق كامل لفترات ليست بالقصيرة وفي دول خدت إغلاق مؤقت. إحنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت بعد الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. فيما يخص الاقتصاد، احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج إن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. إحنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد. بس إحنا كمان بالمناسبة كنا شغالين وإحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي إحنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. فأنا عايز أقول إن كان ممكن ناخد قرار ساعتها في ان احنا نعمل ايقاف كامل الأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل اجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف
إعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت. على مدار العشرين شهر اللي فاتوا كان أو مش اللي فاتوا تحديدا، يمكن من بداية ظهور فيروس كورونا كان العمل متوقف تماما في العالم، لكن في نفس الوقت أنت كان عندك إنتاج، وأعتقد أن ده واضح في معدلات النمو. أنت كان الدولة الوحيدة في المنطقة اللي كان معدل النمو بتاعها كان في معدل نمو، مقارنة بدول تانية كان معدل النمو بتاعها بالسالب، ودول تانية اقتصادها اتأثر بشكل كبير. خلونا نروح نتابع مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس عن هذا الأمر ونرجع مرة تانية. عايز أقول للشباب اللي موجود، احنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتي، يمكن كمان سنوات يمكن تزيد او تقل هنشوف نتائج اللي عملته الجائحة في العالم كله، وهتجدوا ان هي كان لها اثار ايجابية جدا جدا رغم المحنة او المعاناة اللي احنا عانينا منها خلال الأزمة. أنا عايز أقول لكم إن إحنا في مصر ما خفناش من الكوفيد، ما خفناش، وهنا في شباب من كل حتة في الدنيا موجود، ولو كنتوا شفتوا الشعب المصري كان بيتعامل معها إزاي، كان بيتعامل معها في إجراءات احترازية، في تحسب، في يعني اندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة. ده اللي أنا عايز أقوله. لم يتوقف العمل في مصر لحظة، لأن إحنا ده اللي أنا عايز أقوله بقى في النهاية، يعني إن مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش، الحياة هتستمر، وهنتجاوز أثرها بشكل كامل إن شاء الله قريبا. يعني شكرا جزيلا. الحقيقة إنه التجربة المصرية خلال مواجهة أزمة جائحة كورونا تجربة تدرس، والعالم كله أشاد بيها، مع أنه في بداية الجائحة كان في توقعات وسيناريوهات مظلمة الحقيقة لمصر، أنه مصر هتشهد أيام صعبة جدا، لكن التجربة المصرية أثبتت العكس. أثبتت العكس ليه؟ لأن احنا كان عندنا خطة استباقية كانت مدروسة بدقة، كان كل خطوة فيها كانت مدروسة بمنتهى الدقة، عشان كده فعلا تابعنا خلال الأزمة أنه يعني استشفينا كمان مدى صدق ومدى دقة هذه الخطوات وهذه الدراسات اللي معمولة عشان مصر تقدر أن هي تطلع لقدام، لأن احنا كنا طبعا متابعين في الفترة اللي فاتت كان مصر كانت في وضع حقيقي صعب ولا يليق بمكانتها. مصر خلال جائحة كورونا ما اهتمتش بتوفير الأدوية بس، ما اهتمتش بإعادة هيكلة القطاع الصحي والطبي، بالعكس احنا شفنا تطور وتنمية في كل القطاعات. لو اتكلمنا في مجال الإسكان، في حتى مجال الصحة، شفنا في مجال التعليم، مجال الاتصالات، كل القطاعات كانت بتشهد تطوير وتنمية كبيرة جدا الحقيقة يا شاذلي. يمكن كمان شفنا الحقيقة توقعات ومؤشرات الاقتصاد المصري منذ أيام قليلة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع مؤشرات الاقتصاد المصري، وشفنا كمان الإشادات الدولية، وشفنا كمان النظرات المستقبلية الإيجابية والمستقرة والمبشرة الحقيقة للاقتصاد المصري يا شاذلي. يمكن كمان كان في توقعات بنمو، بزيادة نمو طبعا الاقتصاد المصري الحقيقة كانت كبيرة جدا وكانت إيجابية جدا، من أكبر المؤسسات الدولية، إن كان فيتش، إن كان موريز أو غيرها. كلامك مظبوط، بس أنا عايز أرجع ورا شوية لأول ما ظهر فيروس كورونا في شهر 2 في 2020. احنا كلنا كنا خايفين والعالم كله كان خايف، مش احنا بس، لكن في نفس الوقت كان عندك دولة بتطمن الناس في الوقت اللي كان فيه دولة بتقول استعدوا لفقد أحبائكم، لو فاكرين الكلمة دي كويس. انت هنا كنت بتطمن الناس لان انت كنت عارف انت بتعمل ايه. اجراءات الغلق في دول اغلقت غلق تام، وعايزين نروح نبص كده نشوف الوضع فيها كان عامل ازاي في هذا التوقيت. اعداد الوفيات كانت بالالاف يوميا،
انت اغلقت غلق جزئي، وطبعا كان في حاله من التهكم، انت بتغلق غلق جزئي. ولو تفتكر يا جمانة الكوميكس اللي كانت طلعت والناس كانت بتهزر، هو الفيروس بقى بيعرف ان انتوا مش عارف مش موجودين في الشارع فبينزل. سمعنا الكلام ده كتير صح، لكن المهم النتيجه، احنا فقدنا طبعا ناس عزاز علينا، فقدنا ناس كتيره، فقدت ناس من اهليها، ده حصل. لكن بص مقارنه بالعالم انت وضعك الوبائي عامل ازاي؟ وضعك الوبائي الحمد لله مستقر. انت اول حاجه سعيت لتوفير اللقاحات من كل دول العالم ومن كل الشركات اللي بتصنع اللقاحات في العالم كله، في وقت في دول تانية ما وصل لهاش اللقاح، لكن انت كنت قادر ان انت فعلا تجيب اللقاحات وتوفرها للمواطنين. والنتيجه ان انت عندك 115 مليون جرعه من اللقاح، استخدمنا منهم حتى الان 55، ومتبقي حوالي 65 مليون جرعه متوفره حتى الان عشان الجرعات التعزيزيه. اشتغلنا على توفير الادويه، ادويه علاج فيروس كورونا، وكانت متوفره في الصيدليات. صحيح في هذا التوقيت الناس جريت عشان تجيب، لان الناس برضو كانت حاله من الهلع وحاله من الخوف، الناس كانت خايفه مش عارفه، كله بدا ينزل يجيب الادويه ويحطها عنده في البيت. لكن دلوقتي اعتقد ان الادويه دي ما زالت موجوده في الثلاجات عند ناس كتير قوي. متوفرة الأدوية، لقاحات متوفرة، لقاحات بقت متوفرة، إجراءات لتباعد اجتماعي، فرض غرامات على الناس، كل دي إجراءات. تعال نبص للنواحي الاقتصادية، أنت دعمت العمارة الغير منتظمة في وقت العالم كله كان الناس قاعدة في البيت والناس مش لاقية شغل، الناس قعدت، ناس كتيرة فقدت وظائفها، فأنت دعمت العمالة غير منتظمة، عملت برامج لدعم القطاع السياحي لأن القطاع السياحي كان من أكتر القطاعات اللي تضررت، فأنت دلوقتي دعمت القطاع السياحي، فأنت خدت مجموعة كبيرة من الإجراءات شملت كل نواحي الحياة في مصر لدعم كل مواطن مصري موجود على هذه الأرض. هي طبعا يا شاذلي بتفق معاك، وكمان فكرة إنه الدولة المصرية كان في شفافية في التعامل مع الموقف، بمعنى إنه كان في وقت كانت بالفعل بتطمن المواطنين، لكن كان في وقت كمان بتقول لازم يكون في قلق مشروع، وان الوضع فعلا احيانا تشوف طبعا ذروه الموجات، عدى علينا اكثر من 4 موجات تقريبا او حوالي 4 موجات من فيروس كورونا، شفنا في وقت من الاوقات كان لازم يكون في لا احذروا، لا خافوا، لا اتبعوا الاجراءات الاحترازيه. في نقطه كمان يا شاذلي مهمه جدا، فكره القضاء على العشوائيات والقضاء على المناطق الغير امنه. طبعا احنا الدوله بدات بالفعل في نقل المواطنين في بعض المناطق لمساكن اخرى واماكن اخرى ومناطق اخرى امنه، وخلاص الحمد لله احنا بنتخلص من العشوائيات. الموقف بقى تعالوا نتخيل كده لو خلال جائحه كورونا والمواطنين دول عايشين في نفس الاماكن دي، متخيلين في نفس الاوضه الاسره عايشه في نفس متخيلين الأوضة. في نفس يعني تخيل الوضع ده كان ممكن يبقى عامل ازاي. احنا مش بنتكلم، احنا مش مجتمع، مش يعني مش كل منطقه منغلقه على نفسها، ده الاسره دي فيها اب وام بيشتغلوا، فيها اولاد بيشتغلوا وهيخرجوا للناس. تخيلوا كام حد كان هيبقى الوضع، وكم حد هيقابل أشخاص خلال حياته اليومية، وكان الوضع هيبقى عامل إزاي. لما نيجي نتكلم على كل ما حدث في مصر، مفيش الحقيقة قطاع منفصل عن الآخر، بالعكس هو ترس وهي عجلة كلها بتدور مع بعض. لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض ما حدث أمس طبعا خلال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. أيضا السيدة انتصار السيسي سعيدة بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب، وعبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن شعورها بالسعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. نشرت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور من مشاركتها بالجلسة الافتتاحية، وكتبت: منتدى شباب العالم يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم، تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق، وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة، وأن يكون منتدى شباب العالم جسرا للتلاقي ونموذجا للتسامح والتعايش وقبول الآخر. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية، كان في شخصيات مهمة جدا حاضرة في هذا المنتدى. دلوقتي مثلا اتكلم رئيس رومانيا كلاوس يوهانس خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، وقال الجلسة طبعا كانت بعنوان جائحة كورونا انذار للإنسانية وأمل جديد، قال ان منتدى شباب العالم اصبح منصة واصبح عنصر مهم جدا في حركة الشباب العالمي ودعم واستدامة السلام، وكمان جعل المجتمعات اكثر شمولا، وقال كمان ان الشباب بيتحمل صياغة تنمية مجتمعاتنا والاستجابة كمان للتحديات الحالية. يسرني أن أنضم إليكم في هذه الفعالية المهمة. إن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي
هلا وهم يواجهون شأننا جميعا العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة. ينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل، ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية. إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة مثل هذه التحديات. ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة، وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته، بما في ذلك في المواقف التي يعيش فيها النازحين واللاجئين، ومنحهم فرص إنسانية. أتمنى لكم منتدى ناجحا. شكرا لحسن الاستماع. أيضا أمس خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى قال هكيدي هيشليما رئيس زامبيا أن منتدى شباب العالم هو فرصة للاستماع إلى أصوات الشباب والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم، وقال كمان أن دولة زامبيا قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة لأنهم هم قوة الدفع الأوضاع السياسية والاقتصادية. شارك الشباب في زامبيا بقوة فاعلة وتم الاستماع إلى أصواتهم في هذا الشأن، ونحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نقدر ونثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم ومن أجل التعرف على ابتكاراتهم وإبداعاتهم. سيداتي أنتم تعرفون أن زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة، حيث أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاقتصادية، ولقد ألينا على أنفسنا ألا ندخر جهدا في دعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة في الشؤون الاقتصادية للدولة. قمنا بوضع مهام تتضمن من خلال آلية تفاعلية لمشاركة الشباب في الأمور الاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية، وأن يجوز أن فاعلا هاما. وزامبيا أيضا لديها ما يزيد عن 10,000 شاب يقومون في العمل في قطاع الترفيه، ومن ثم نحن نسعى لأن يكون هناك مزيدا من السياسات وأيضا البرامج والمبادرات لدعم الشباب ولمشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها. ضمن كمان الحضور كان الرئيس الكولومبي إيفان دوك ماركيز اللي كان حاضر امبارح الجلسة الرئيسية للمنتدى، واتكلم عن التحديات اللي بتواجه العالم كله زي التغير المناخي والإجراءات كمان اللي تم اتخاذها في بلاده لحماية البيئة والمستقبل، وأكد على أهمية الشباب وأفكارهم ومواهبهم ورؤاهم في هذا العالم واللي بيشهد تغيرات سريعة. أنا يجب أن نواجه التغير المناخي، هي مسألة تعني الجميع والأجيال القادمة، ولذلك هناك الاستراتيجية 2050 من الطريق الأساسي، حيث نسعى على دولة لا تنبعث منها الكربون من أجل أن نتمكن أن نحمي كل القطاعات وحماية البيوديفرسيتي والتنوع البيئي. كذلك نحن قررنا هذا العام أن 30% من الأرض التي نعيش عليها هي أرض محمية، أي 30% من كولومبيا يكون ده محميات طبيعية نحميها من أجل البيئة، من أجل المستقبل، ونحقق هذا الهدف قبل 2030. اليوم نحن ندعوكم أن تعملوا من أجل أن تدافعوا عن الشباب وأن تضعهم في وسطكم من أجل أن تحموا مستقبل هذه الأجيال. لولا ذلك لن نتمكن أن نحمي الحاضر ونبني المستقبل. شكرا جزيلا لكم. هي كمان من أهم مشاركات أمس هي مشاركة وزير الدولة الإماراتية للشباب شما المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب زي ما قلت لحضراتكم في الجلسة الرئيسية في المنتدى، وقالت
مصر لها مكانة خاصة في نفوس أبناء الإمارات، وكل العرب تتفق وتتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر. وقالت كمان أنه نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها. قبل ما أبدأ فخامة الرئيس، شكرا على هالدعوة الكريمة أن نكون بين أهلنا وبين وطننا الثاني مصر. يمكن ما يخفي عليكم مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد، وكلنا يمكن كعرب جميعا نتفق أن دائما نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر. وأتذكر كلمات أبونا الشيخ زايد الله يرحمه يوم قال نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها. فبصراحة مصر لنا جميعا هي القلب. امبارح كمان الامين العام للامم المتحده السيد انطونيو جوتيريش قال كلمته في المنتدى ان الشباب قدموا افكار وحلول، هذه الافكار والحلول بتساعد المجتمعات المحليه في كيفيه اعاده البناء والخروج من الجائحه وهي في حاله اقوى. وكمان قال اتوجه بالشكر لهؤلاء الشباب المشاركين في المنتدى، واتوجه ليهم بيقول لهم وصلوا الحديث وطرح الافكار لتحقيق التعافي الكامل من الجائحه. لقد جمعنا هذا المؤتمر مجددا، وهذا يذكرنا بأنه ما من وقت ينهدره، إن بناء مستقبل أفضل يبدأ اليوم. لمن يحضرون هذا المنتدى من الشباب، واصلوا الحديث، واصلوا إيجاد الحلول، وأتوجه إلى القادة والمسؤولين بينما نتطلع إلى التعافي. أرجو أن أتوجه إلى الشباب، إن الشباب معين لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة، ينبغي أن تولى احتياجاتهم الأولوية الأولى. أتطلع إلى أن أستمع إليكم جميعا وإلى نتائج هذا المنتدى، وأن أعمل معكم جميعا من أجل أن نصوغ مستقبلا أفضل. أيضا امبارح ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نشر صورة لي برفقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى على حسابه الخاص على إنستغرام، وعبر عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعن شكره لمبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم هذا الحدث الهام اللي بيجمع الشباب بصناع القرار والمفكرين لتبادل الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الأهمية. الحقيقة كمان أنه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني دائما حريص الحضور على فعاليات منتدى شباب العالم، يعني زي ما شفنا يا شاذلي يمكن دي أكتر حاجة تعكس فعلا اهتمام الشباب بهذا المنتدى، وأن هم قد إيه عارفين قيمة هذا المنتدى وماذا يقدم للشباب. بكل تأكيد. دلوقتي مشاهدينا نستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. شباب العالم، ضيوف مصر الكرام، أرحب بكم هنا على أرض سيناء الغالية، أرض السلام والمحبة. أبنائي وبناتي من شباب العالم، شباب مصر العظيم، أدعوكم في مستهل منتدى شباب العالم أن تكونوا على قدر ثقتنا بكم وطموحنا المبني على إيماننا بقدراتكم. أسجل فخري واعتزازي بشباب وطني الممتلئ حماسا والذي يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتسق مع أمانه وطموحه. بنرحب بحضراتكم من جديد، صباح الخير يا مصر. لسه مكمل مع حضراتكم من شرم الشيخ وهنتابع معاكم أهم فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وإيه اللي هيحصل النهاردة في المنتدى. إن شاء الله النهاردة هيكون في جلسة نقاشية هامة بإذن الله، هي جلسة نقاشية بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، دي هتكون من الساعة 10 لغاية الساعة 11:30 في القاعة الرئيسية.
الجدول الحقيقي حافل النهارده يا جمانة بالعديد من الجلسات، وكلها طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتتم بالتزامن. النهارده كمان هيكون في القاعه الرئيسيه جلسه نقاشيه بعنوان مستقبل الرعايه الصحيه في عالم ما بعد الجائحه، ودي هتكون من الساعه 12:30 للساعه 2 الظهر. كمان النهارده هيكون في جلسه نقاشيه في قاعه سينا بعنوان نحو عالم امن وشامل للمراه، ودي هتكون من الساعه 12:30 لحد الساعه 2 الظهر. قاعة البحر الأحمر كمان يا جمانة هيكون في جلسة نقاشية بعنوان التداعيات النفسية والسلوكية في عالم ما بعد الجائحة، ودي هتكون من الساعة 2 الظهر ولحد الساعة 3:30 العصر. أيضا في جلسة نقاشية بعنوان المسؤولية مسؤولية الدولة في تحقيق استدامة الأمن المائي، ودي هتكون في قاعة الأقصر من الساعة 12:30 ولحد الساعة 2. كمان من ضمن الأخبار والجلسات اللي هتكون موجودة النهاردة، هيكون في جلسة نقاشية بعنوان مسارات الطاقة التوجه نحو مستقبل أكثر أمانا، دي هتكون طبعا في قاعة أسوان من الساعة 12:30 الظهر ولحد الساعة 2. أيضا في فعالية مهمة جدا ومميزة الحقيقة بتقام في منتدى شباب العالم، وهي نموذج المحاكاة. النهاردة هيكون في نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في قاعة وادي النيل وقناة السويس من 10 الصبح ولحد الساعة 2:30 الظهر. دي كانت بالنسبة للجلسات اللي هتحصل النهاردة في المنتدى في يومه التاني. دلوقتي نروح مع حضراتكم المجموعة كده من اللقاءات قمنا بتسجيلها في القناة الأولى هنعرضها على حضراتكم. هنبدأ من لقاء أجرته الزميلة ريهام الديب، عملت لقاء على هامش المنتدى مع الأستاذة أسماء محمد العزب وهي خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي. منتدى شباب العالم دايما هو ملتقى الحضارات واللي بيجمع ثقافات شباب من كل دول العالم بأعداد كبيرة جدا الحقيقة في النسخ الأولى والثانية والثالثة، وكمان السنة دي في النسخة الرابعة الحقيقة كان متميز جدا في الملفات المختلفة اللي بتطرح في الجلسات، واللي طبعا احنا هنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة في متابعة كل تفاصيلها. من أبرز الملفات اللي تمت الحقيقة مناقشتها في ورش العمل التحضيرية، وكمان هيتم استكمال مناقشة في جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مستقبل أفريقيا خاصة في عالم ما بعد الجائحة. هنتكلم بشكل أكتر تفصيلا عن مستقبل أفريقيا وزي تمت مناقشته في منتدى شباب العالم مع أسماء محمد العزب خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي. أهلا بيك يا أسماء. أهلا بحضرتك. زي ما تكلمنا يا أسماء الحقيقة وكنا يعني بنشوف أبرز النقاط والمحاور الأساسية اللي اهتم بيها منتدى شباب العالم عن أفريقيا وعن مستقبل أفريقيا، هل بس الموضوع مرتبط بالجانب الاقتصادي ولا في جوانب تانية كمان تمت مناقشتها؟ هو من أكتر الجوانب اللي تمت مناقشتها في المنتدى هو الصحة أفريقيا طبعا، وإزاي نحن نوفر لقاحات لكل الشباب الموجودين، كل الشباب والرجال والسيدات كله بالتساوي في كل دول أفريقيا، وكمان التكامل الاقتصادي بين جميع الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الـ AFCFTA أو اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، واللي بنركز فيها عن إزاي نحن يعني حاليا نحن فعلا ماضينا عن الاتفاقية يعني كمصر، وحاليا احنا في مرحله اعاده هيكله القوانين وازاي نعمل لها دومستيكيشن ان هي تقدر ان احنا نعمل لها اكتر ان هي تبقى متوافقه مع الاتفاقيه، وازاي ان احنا نقدر يكون بيننا تكامل اقتصادي ما بين الدول الافريقيه ونكمل بعض ونعمل ما يبقاش احنا بنستورد او بنستورد من بره الحاجات يعني غاليه جدا، وبعد كده بنرجع ان احنا يعني لو احنا بنصدر الحاجه يعني بمبلغ زهيد جدا، وده يعني بيخلي الاقتصاد مش هو ده الاقتصاد الحقيقي بتاعنا، واحنا حابين ان احنا طبعا اقتصادنا يبقى افضل بكتير. شايفة ازاي الاهتمام بشكل دائم من القيادة السياسية بافريقيا، وانه مصر دايما الحقيقة ليها اهتمام كبير بكل ما يتعلق بالشأن الافريقي؟ زي ما انا قلت لك يعني انا خريجة البرنامج الرئاسي الافريقي، احنا اتخرجنا 3 دفعات حتى الان، وحاليا في دفعة رابعة كمان داخلة في البرنامج الرئاسي الافريقي، وكمان عندنا من اكتر الحاجات اللي بتتعمل فيه حاجات بتعملها وزارة الشباب، في حاجات بتعملها وزارة التخطيط، كل الوزارات تقريبا مهتمة بالشأن الافريقي وبتعمل برامج كتيرة جدا ليهم، وفعلا يعني في عصر الرئيس السيسي في يعني اهتمام رهيب بالشباب الافريقي ما كانش موجود قبل كده يعني، فأتمنى أن ده يدوم يعني، والحمد لله يعني أنا كمان مثلت مصر في غانا في يعني الاتحاد الأفريقي للمرأة والطفل، وكمان برضو مثلت مصر في كسفيرة للسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن،
وفي تنزانيا برضو في منطقه اتحاد الشباب لمنطقه التجاره الحره الافريقيه. طيب اسماء انت الحقيقه كده نموذج مشرف جدا من بالنسبه للمراه وبالنسبه للشباب، وفي اهتمام دايما من سياده الرئيس وبنشوفه على طول الحقيقه بالشباب، وده طبعا كان واضح من خلال المؤتمرات الوطنيه للشباب والتواصل اللي كان دايما بيحصل مع سياده الرئيس وكل الشباب في كل محافظات مصر وطبعا في منتدى شباب العالم. والمراه الحقيقه ليها نصيب كبير دايما، ومن ضمن الجلسات المهمه نحو عالم اكثر امانا وشمولا للمراه. يعني الملفات المتنوعه والمختلفه واللي بتعكس الاهتمام بالمراه والشباب، انت بتنظري ليها ازاي اسماء؟ هو انا كمان يعني انا فعلا من مش بس كمان في المنتدى، انا بشوف ده على ارض الواقع. انا بشتغل اصلا في هيئه دوليه مهتمه بالموضوع ده، وقد ايه ان احنا حاليا بقى في برامج كتير جدا مهتمه بالصحه الانجابيه للمراه، ازاي ان احنا نهتم بتنظيم الاسره، ازاي ان احنا نهتم ان صحه المراه بقى طبعا الحمله الرئاسيه للاهتمام بصحه المراه، وان هم ازاي ان هي تبقى بامان، وان هي مبقاش عندها اي مشاكل صحيه زي مثلا السكر او الضغط او الكانسر، يعني اي حاجه من الامراض دي. وكمان برامج كتير جدا مهتمه بالاقتصاد بتاع المراه، ازاي ان احنا نمكنها ونعمل لها مشروعات اقتصاديه عشان حتى خاصه المراه المعيله اللي عندها اكتر من طفل وما عندهاش مثلا زوج ان هي، او حتى اللي هي يعني زوجها توفى او كده. فبجد يعني البرامج دي قد ايه فعلا بتمكن المراه، ودي ما كانتش برضو موجوده بشكل كافي قبل كده. فيعني ان شاء الله يا رب يعني تدوم، واتمنى ان الناس كمان يعني تساعد الدوله ان هي تمكن الشباب اكتر. يعني ده يمكن كمان ظهر بشكل كبير في المبادرة الأكبر والأهم، هي مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة اللي تقريبا كل المبادرات الرئاسية بتدخل الحقيقة في ضمن المبادرة حياة كريمة علشان تقدر ان هي توفر حياة أفضل، جودة حياة المواطن المصري. دور الشباب من وجهة نظرك في هذه المبادرة المهمة جدا، المبادرة القومية والوطنية المهمة جدا اللي الحقيقة يعني ليها دور في تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وزي ما قلنا في تحسين جودة حياة المواطن المصري. مبادرة حياة كريمة نزلت يعني أماكن فعلا ما شافتش النور، ما شافتش الخدمات بقى لها أكتر من 70 سنة. الأماكن دي اتغيرت يعني تماما، يعني 180 درجة تغيير كانت بجد جدا. يعني مش عاوز أقول لك يا الناس، أنت لو شفتي الناس أصلا يعني قد إيه بتبقى فرحانة وعمالة تزغرط، إن هي الأماكن كانت يعني ما فيهاش أي صرف صحي، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش أي حاجة، يعني أي حياة يعني أي معيشة. ودلوقتي بقت يعني مكان يعني تشوفيها كأنك مثلا داخلة أي منطقة متقدمة يعني، أو منطقة يعني راقية أو حاجة. فبجد يعني الناس اتغيرت تماما، وقد إيه الناس كمان يعني لمست ده على أرض الواقع، مش بس كلام بقى وتلفزيون والكلام ده، لا فعلا ده موجود على أرض الواقع. طبعا مبادرة حياة كريمة من الملفات المهمة اللي اتناقشت النهاردة كمان، وطبعا على مدار جلسات المنتدى، يعني الورش التحضيرية والجلسات إن شاء الله اللي هتتم برضو مناقشتها فيها. اكيد طبعا، وبعدين حضرتك لو خدت بالك احنا واقفين اصلا جنب البوست بتاع حياه كريمه، يعني يعني فعلا تاثير بتاع. عايزه اكلمك عليه اسماء، دلوقتي احنا موجودين فعلا في المكان اللي فيه مبادره حياه كريمه، والكمان ده طبعا اللي هو معرض تراثنا زي ما حضراتكم شايفين. معرض تراثنا ده الحقيقه يعني اللي بيدعمه في الاساس هو جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وزين بيتم فيه تعاون من كل جهات الدوله والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني علشان دعم الشباب في مشروعاتهم اللي بيقوموا بيها، وكمان دعم التراث والحرف اليدوية المميزة. طبعا انت شايفة جمال المعروضات، يعني بالضبط ازاي، يعني طبعا قد ايه مختلفة وقد ايه متنوعة. الى اي مدى انت شايفة انه يكون في مكان لمعرض تراثنا في منتدى شباب العالم، ليه اهمية كبيرة جدا في التسويق والترويج ليه عالميا؟ فعلا يعني احنا لما يكون يعني المعروضات دي موجوده مع شباب من جميع دول العالم، 196 دوله موصلين هنا في مصر، فده طبعا هيخلي الناس تعرف. الناس اصلا في ناس كتير جدا من دول العالم اول مره تيجي مصر واول مره تيجي شرم الشيخ، فلما يجوا يشوفوا قد ايه ان الماتيريال كمان اللي معمول منها الحاجه قد ايه جميله جدا، وقد ايه يعني لما بنمسك، لو مسكت مثلا اي ماتيريال من الحاجات دي هتلاقي الحاجه معموله باتقان رهيب، وفعلا يعني اسعارها قليله جدا. يعني لو رحتي تشتري اي حاجه هتلاقي كمان معامله طيبه، وهتلاقي قد ايه الناس بتتعامل معاكي برحابه وبتبقى عاوزه تساعدك. يعني حتى يعني لو انت عاوزه مثلا حاجه معينه يعني في دماغك عاوزه تجيبي سوفونير لحد، فهم بيساعدوك ان انت تلاقي احسن حاجه انت عاوزاها. ف
وبعدين المشروعات الصغيرة دي يعني أنا عاوز أقول لك يعني يعني بتخلي فعلا المرأة يعني ممكنة اقتصاديا بشكل رهيب، ففعلا ده حلو جدا ان احنا خلاص ما يعني انت عصر بقى ان احنا ندور على وظيفة في مكان معين او حاجة، لا فعلا التجارة هي دي اللي هي فعلا اللي بتجيب التمكين الاقتصادي الحقيقي. أنا بشكرك جدا أسماء محمد العزب خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي، كل التوفيق والنجاح دايما ليكي يا أسماء، وبنشكرك طبعا على التنظيم المحترم لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. شكرا ليكي. أهلا بحضرتك. شكرا ليكي، وطبعا احنا مع حضراتكم في كل مكان هنا في مدينة شرم الشيخ في تغطية خاصة طبعا لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، لسه كمان كاميرا صباح الخير يا مصر الحقيقة بتجري لقاءاتها وحواراتها وفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. كمان زميلتنا ليندا عبد اللطيف أجرت حوار امبارح مع إحدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، وهي رحاب العيشي اللي اتكلمت عن تجربتها ومشاركتها في المنتدى وأيضا الأفكار الشبابية اللي تم طرحها. زلنا موجودين في منتدى شباب العالم ومعايا دلوقتي رحاب العيشي إحدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بيك يا رحاب. أهلا وسهلا. شكرا. عايزين نتكلم عن انطباعك كده وشعورك وانت بتتكلمي قدام السيد الرئيس النهاردة خلال الحفل الافتتاحي. ساعة أنا ياسر فرحانة بالفرصة اللي جاتني اليوم اللي أنا نطلع فوق المسرح ونحكي على التجربة الشخصية متاعي على الإديشن اللي فاتت من World Youth Forum، وإني زادة نحكي على تجربتي الشخصية على خدمتي وعلى شنو نعمل في حياتي، وياسر ياسر فرحانة بالفرصة هذية. وإيه أكتر الجلسات اللي أنت متشوقة أنك أنت تحضريها؟ معناتها السنة الإديشن بتاع World Youth Forum تحكي على ياسر مواضيع اللي هي post pandemic، يعني ما بعد الكوفيد pandemic وكيفاش معناتها نحاولوا احنا الكل ك generations to adapt to the new normal، احنا نتأقلم مع الحياة الجديدة. ودونك معناتها ما بين الحاجات اللي نحب نحضرهم السنة اللي هي الطرق للتأقلم مع الحياة الجديدة وخاصة the digital transformation، يعني الترانسفورميشن يعني التحول الرقمي اللي هو معناتها ما بين الامباكتس of تأثيرات الكوفيد بانداميك، وفما زيدا workshops على التغيرات المناخية وكيفاش نجمو نقصوا من التغيرات المناخية ذي، ومعناتها كيفاش دور كل شخص فينا إنه هو يساعد في حماية المحيط وفي حماية البيئة. لو تحبي توجهي رسالة لشباب العالم تقول لهم إيه وأنت أصلاً من تونس؟ أنا من تونس بلد الحرية، ونحب نوجه رسالة للناس الكل اللي هم الإصرار والعزيمة واللي عنده حلمة يكبش فيها بيديه وساقيه، واللي راكم تنجموا توصلوا معناتها على خاطر فما برشا عبيد هوني اليوم في World Youth Forum وصلت ونجمت تعمل تغيرات كبيرة في عام وعامين. دونك اللي عنده حلمة واللي عنده فكرة راهو ينجم يوصل لها، جوست شوية إصرار وعزيمة. شكرا لك يا رحاب. شكرا لك. شكرا. شخصيات مهمة وقادة وصناع رأي ودبلوماسيين كانوا حاضرين في الجلسة الافتتاحية وموجودين لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. برضو ليندا عملت لقاء مهم جدا امبارح مع سيد روث كوكس وهو نائب المجلس الثقافي البريطاني. هنروح نتابع هذا اللقاء ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. منتدى شباب العالم ومعنا روث كوكس نائب المجلس الثقافي البريطاني بسفارة انجلترا، والحقيقة يعني ان سفارة انجلترا مشاركة في جلستين مهمين. We're very delighted to have you with us, Mrs. Roth. Hi, nice. It's really exciting to be here. It's my first time ever at this conference. I'm really delighted to have you with us here today as well. Thank you very much. Now the British Embassy will be participating in two panels. One entitled From Glasgow to Sharm el-Sheikh, Combating Climate Change. Could you please tell us a little bit more about it?
هذه أول مرة أحضر هذا المنتدى، ممتنة أن أكون هنا وأمثل سعادة رئيس الوزراء البريطاني في هذا المنتدى، وبالطبع أتطلع لحضور كوب 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ هذا العام، ونأمل أيضاً أن يضم كافة المهتمين بتغير المناخ. منتدى شباب العالم يبثر رؤى وتبادل أفكار بين كافة المشاركين، ويجمع صناع السياسة والمفكرين ليروا بأنفسهم كيف يمكنهم أن يفيدوا مجتمعاتهم ويقودوا بلدانهم في المستقبل. لقد أثرت جائحة كورونا على المشهد الدولي بصورة كبيرة، وهذا المنتدى فرصة لكي نجتمع مجددا. بنرحب بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ. الحقيقه يمكن كنا بنتكلم في بدايه البرنامج مع حضراتكم عن التقدم التكنولوجي. التقدم التكنولوجي دلوقتي يعني قضيه مهمه جدا، خاصه بعد جائحه كورونا. يعني بقينا انتبهنا اكتر لمدى تعلقنا بالتكنولوجيا ومدى اهميه التكنولوجيا، بالرغم من ان هي بتسهل فعلا حاجات كتير جدا في حياتنا، لكن كمان في جوانب اخرى للتقدم التكنولوجي. بقى في اقتصاد متعلق أصلاً بالتكنولوجيا وبالاتصالات، اقتصاد كبير وضخم كمان. شفنا خلال وقت لما بس فيسبوك يمكن وقع لفترة وجيزة 6 ساعات، شفنا مدى الضرر اللي وقع على الاقتصاد العالمي. الحقيقة كمان في جزء آخر، وإنه إحنا معلوماتنا الشخصية دلوقتي بقت على كل مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، وشايفين دلوقتي إنه في معلومات كتير جدا. التقدم التكنولوجي زي ما ليه كمان مزايا أكيد ليه سلبيات، ويمكن فكرة الأمن التكنولوجي هي كمان فكرة مهمة جدا، وهي مثار الحقيقة مناقشات وأفكار في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، عشان نتكلم أكتر عن التقدم التكنولوجي وأيضا كيفية الحفاظ على الأمن الإلكتروني. معنا دكتورة يمنى علي، أستاذ الأمن الإلكتروني في الكلية الحربية الألمانية بجامعة ميونخ. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. طيب دكتور يمنى، احنا بنتكلم عن التقدم التكنولوجي ما بين طموحات وما بين رؤى إيجابية جدا تجاه التقدم التكنولوجي، وبين خوف كمان من فكرة تأمين البيانات وفكرة الأمن التكنولوجي. رؤية حضرتك مظبوط يا فندم، حضرتك زي ما قلتي في خلال السنتين اللي فاتوا التكنولوجيا اتسرعت جدا جدا جدا، وتطور فيها كان فوق ما احنا كنا نتخيل. حتى الناس اللي شغاله في البحث العلمي في التكنولوجي، في حاجات كانت مكناش متخيلين انها تبقى موجوده دلوقتي، عشان الكورونا كانت لازم تبقى موجوده دلوقتي. وهيك زي ما قلتي التمن كان شوية في الخصوصية والمعلومات والحماية المعلومات. فاللي احنا بنعمله دلوقتي هو في جزئين للحماية، في اللي بيعمل لنا الخدمة، الناس اللي بتدي السيرفيس بتاعت الديتا دول عليهم زي شروط وإرشادات ان هم يعملوا حاجة مطابقة للمواصفات الأمنية. وفي جزء مهم جدا 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 هو المستخدم، يعني انا ما ينفعش ابقى سايبه حاجتي في الشارع واقول الحاجه ضاعت، فانا كمستخدم انا مفروض كمان احافظ على الحاجه. فده اللي احنا مركزين عليه، ازاي اركز على المستخدم ان هو يعرف ايه المعلومات بتاعته، المعلومات بتاعته فين، ايه المعلومه المهمه ان هو ما يقولهاش لحد. زي مثلا اللي حصل من قريب، ان في ناس عملت ان هم من البنك واتكلموا واخدوا معلومات البنك، هو بالنسبه له رقم البطاقه هيعمل بيه ايه، اسمي هيعمل بيه ايه، بس المعلومات دي هي زي مفتاح ان هو يخش بيه على السيستم بتاعه. طيب كان في ورشه عمل مهمه جدا بتتكلم عن مستقبل التكنولوجيا ما بعد الجائحه، حضرتك كنت حضراها، فعايزين نعرف ايه اللي تم خلال هذه الورشه وكم الاستفاده كمان من جانب الحضور. كان في تفاعل كبير بين الناس، وكان في جنسيات مختلفه وثقافات مختلفه. مظبوط، هو انا كنت بدير الورشه، وكان جالي شرف ان انا كمان ابقى متحدثه في الورشه دي. احنا الورشه دي كنا عايزين نتواصل مع الشباب ونسمع الافكار اللي عندهم. فاللي احنا عملناه كنا عايزين نعمل زي نديهم او نهيئهم ان من ناس مختلفه. احنا كنا 4 متحدثين من افكار مختلفه. كان عندنا حد بيتكلم على قد ايه ان السنسرز والحاجات الذكيه بقت في كل حته، وكان عندنا حد بيتكلم عن الذكاء الصناعي وازاي بقى موجود في كل حته. انا وريتهم ان التكنولوجيا كانت مثلا بتستعمل في حاجات خاصه بقى دلوقتي في كل حاجه في حياتنا. وكان عندنا طبعا حد بيتكلم على السايبر سيكيورتي او الامن الالكتروني.
واحنا كنا حابين نسمع من الشباب، ما كناش عايزين، مش محاضره، هي صحيح. ورشه عمل. فكان اهم حاجه بالنسبه لنا ان نخليهم زي ما حضرتك قلت يتفاعلوا معانا، ونسمع منهم ايه الافكار اللي عندهم، ونسمع منهم ايه المشاكل اللي هم بيواجهوها في حياتهم، في الشغل، في بلدهم، لان حضرتك زي ما قلت احنا كان عندنا ناس من كل حته في العالم. وكنا قصدين ان احنا نحط المصري مع اليوناني مع الالماني، عشان كل واحد عنده فكره بسبب ظروفه، بسبب عنده تجربه مختلفه. مظبوط. وان هو جاي من بلد مختلفه فيها نظام مختلف. وفي الاخر طلعنا بمجموعه توصيات لازاي المستقبل بتاع التكنولوجيا هيبقى عامل ازاي، وايه المشاكل اللي المفروض يعني نعمل حسابها، وايه الاوبورتونيتيز او ايه الفرص اللي انا ممكن استغلها لوجود التكنولوجيا. طيب دكتور يمنى، عايز اسالك سؤال. يعني احنا بنتكلم دايما عن التقدم التكنولوجي وفكره الامن، امن البيانات وامن التكنولوجيا عامه. السؤال لحضرتك هو هل بالفعل يعني applicable doable زي ما بنقول، او ممكن يحصل فكره التامين التام للبيانات؟ هل ده ممكن يحصل ولا دايما بيكون في منفذ او دايما بيكون في سبب للليكج او تسريب للمعلومات؟ لا، ممكن يكون في امن تام، وطبعا ممكن يكون في ثغره دايما موجوده، بس عشان كده دايما حتى في الموبايل ابس بيحصل ابديتس او بيحصل تحديث. حضرتك بالنسبه لك ما حسيتيش بحاجه؟ يعني لو مثلا فيسبوك ولا واتساب، هو فيسبوك هو واتساب، التحديث ده بيأمن حاجه اكتر. ودي اسبابها كتير قوي، مش شرط انها كان في مشكله، بس مثلا ال 5G والسرعه الجديده خلت حاجات ما كانتش موجوده زمان بقت موجوده دلوقتي. فدايما في تحديث في الاساليب الامنيه. واللي عملناه عندنا في المعهد البحثي بتاعنا انه دايما في حاجه مني انا كمستخدم، يعني زي مثلا انا ممكن ابعت لحضرتك لينك، لو حضرتك ما دوستيش اللينك ده حضرتك امنه. فده اللي احنا بنحاول نعمله، انه الحاجات مش هتتسحب لوحدها، دايما هيبقى في اكشن من ناحيتي، دايما هيبقى في فعل من ناحيتي اللي انا سمحت للاتاك دي انها تحصل. عظيم. دكتور يمنى، انا الحقيقه متشوق اسمع مشاركات الشباب كانت عامله ازاي، وخصوصا الشباب المصري اللي كان مشارك في هذه الورشه، وكمان التوصيات اللي خرجتوا بيها وامكانيه تنفيذها كمان، لان ده مهم جدا. تمام. احنا الاشتراك كان مبهر او فوق مبهر. انا دي اول مره احضر المنتدى، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. لا فعلا لقيتي عندنا افكار، الشباب المصري عنده افكار جدا جدا جدا. وزي ما هقول لحضرتك، احنا مثلا كان في وقت احنا كانش عندنا يمكن الامكانيات الكفايه، ودلوقتي الحاجات دي بقت متوفره جدا، يعني المبادرات الواحد شايف فعلا النتيجه بتاعتها. فلا اكيد 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 رايحين في حته. انا مش عايزه احرق التوصيات عشان هي تتناقش النهارده الظهر، مفيش مشكله، نستنى يا فندم ونتكلم عنها بكره ان شاء الله. بس هو في حاجات، انا بقالي 11 سنه في المانيا، انا عمري ما كنت فخوره بمصر قد دلوقتي. الحاجات فعلا تفرح، والحاجات فعلا اللي هو دول جابوها ازاي وبيربطوها بمشاكل حقيقيه. يعني ممكن احرق توصيه ان كان في شباب من اليو ان عايزين يعملوا تطبيق للامهات العاملات من المنازل، ان هو 30% من الامهات هي اللي بتعول البيت، وللاسف درجه التعليم مش شرط تكون عاليه، فهما بيشوفوا ازاي اخلي التكنولوجيا ممكن الناس اللي ما عندهاش تعليم قوي في التكنولوجيا برضو يقدروا يستعملوها في البيوت. فدي كانت يعني الواحد عمره ما يعني في طبعا نربطها بالواقع، يعني نشوف الواقع محتاج ايه ونديله الفكره ونبتدي ننفذها. طبعا. ودي كانت احلى حاجه في ان انت بتخلي التكنولوجيا فعلا تخدم الناس فعلا المحتاجه، تخدم المجتمع. مزبوط. طبعا اكيد. مزبوط. طيب دكتور يمنى، بشكل عام يعني مصر بتسعى دلوقتي لفكره التحول الرقمي، وانه يكون دايما في تطور تكنولوجي في كل قطاعات. الحقيقه عايز اعرف من حضرتك، حضرتك بتقولي عشتي 11 سنه في المانيا، شايفة دلوقتي رؤيتك إيه لمصر وخطوات مصر تجاه التقدم التكنولوجي؟ هي خطوات ثابتة، يعني أنا عجبني كمان إن هما مش قرروا فجأة يلا هنعمل كل حاجة مرة واحدة، لا بالعكس، هو في أجندة وفي خطة. فده يعني ده كده كده هيوصل لنجاح، يعني إن هما ما قرروش إنه هنعمل كل حاجة مرة واحدة، لا بالعكس، هو في خطة
واكتر حاجه عجباني واكتر حاجه انا مقدراها ان هم عاملين اشتراك للشباب، يعني الشباب موجودين، مش بس كان مثلا زمان كان في اللي هم الحكومات او الناس المؤسسات او المؤسسات هم كانوا بياخدوا القرار. دلوقتي الشباب ليهم دور جامد جدا لان هم فعلا هم عندهم نظره احنا كمان مش شايفينها. صحيح يعني. وعشان كده مركز الاصدارات الذكيه والمؤمنه تقريبا كل شغال فيه شباب. مظبوط مظبوط، وده كان حاجه مبهره، حتى كمان المديرين صغيرين، ف حاجة فعلا تفرح. طب خلال وجودك في ورشة العمل أو حتى خلال الجلسة، حسيتي لو هنتكلم على روح الشباب نفسها، حماسة الشباب نفسها، حسيتي تغيرت لأي مدى تغيرت عن دلوقتي عن زمان أو عن فترة وجيزة يعني؟ لا، هو يعني تون الإحباط راح، وكمان ده أهم حاجة على فكرة. وانا كمان انا كنت محبطه لحد قريب. لا، الموضوع فعلا انه لا، في حاجه، وفي حاجه، ومش بس بنقول كده عشان الاعلام او بنقول كده عشان شكلنا قدام الناس، لا فعلا في حاجه بتحصل. وكمان عشان هم بقوا انفولفد او هم بقوا في القرارات، وبكلامهم مسموع وصوتهم مسموع. يعني حتى منتدى الشباب اصلا كان توصيه في مؤتمر الشباب. صحيح. يعني فان هم شايفين انا اللي بقوله بيتسمع وبيتعمل، انا ليا صوت، انا ليا راي، مش بس بيتاخد الراي ده ويتحط في صندوق المقترحات اللي محدش بيفتحه، لا صوتهم بيتسمع. فده يعني متحمسين جدا. يعني حتى لما كنا في الورشه كنت بقول لهم عايزين نعمل توصيات، فلقيت يعني كنت متخيله بقى ان انا هزقهم ويلا يا جماعه وفكروا، كميه التوصيات اللي جت حسيت كفايه. فطبعا زي ما حضرتك بتقولي الروح، لا الروح مختلفة جدا، وفي حماس لدرجة ان بتحمسك انت يعني. عظيم. طيب التكنولوجيا بشكل عام بعد كورونا مختلفة في العالم كله في كافة النواحي، يعني سواء هنتكلم عن الاشخاص بدأنا نستخدم التكنولوجيا بكثرة زي ما كانت جمانة بتتكلم، مسألة التسوق الإلكتروني، مسألة التعليم عن بعد، مسألة برضو كان في قطاع الصحة مهم جدا التطور التكنولوجي خلال الفترة اللي فاتت. لكن في جانب كمان مهم جدا وهو الرقمنة الحكومية، احنا بقالنا فترة بنتجه نحو الرقمنة الحكومية، شايف أهمية حاجة زي دي ازاي؟ وممكن الدول برة تبص لنا ازاي لما تشوف مصر دلوقتي خلاص يعني كلها فترة قريبة جدا وهتبطل بقى فكرة التعامل الورقي ده تماما، وهتبقى كل حاجة موجودة على السيستم وفي رقمنة لكل الخدمات اللي بتقدم من جانب المصالح الحكومية. دي حاجة خطيرة، يعني ان كل حاجة تقدر تعملها من البيت، ممكن تطلع من بطاقة من البيت، ممكن تجدد رخصة من البيت. ليها طبعا ناحيتين، الناحية ان انت بتساعد على المستخدم ان هو يعمل كل حاجة لنفسه من البيت، حتى مثلا لكبار السن ما بقاش في حد لازم ينزل من البيت. كمان بتشيل من على الموظف ان هو يقابل الناس والجمهور ويتعامل معاه، فدي طبعا مستقبلها مهم جدا. وهقول لك على حاجة، ألمانيا ما فيهاش الحاجات دي، يعني ألمانيا لحد دلوقتي عشان طلع مثلا فيش والحاجات والمعاملات الحكومية انت محتاج تاخد معاد ومحتاج تروح تستنى. ف انا جددت بطاقتي اونلاين، وكنت بصراحة كان عندي شوية شك يعني، ولما البطاقة جت انبسطت جدا. ففي طبعا دي مهمة جدا، بس الأهم الحماية بتاعتها. لان حضرتك زي ما بتقول انت مش بتتعامل في ورق عادي، حضرتك بتتعامل في ورق حكومه، وورق ليه علاقه بالايدنتيتي، بالهويه. فلو حد لو حصل مشكله في ده ممكن الناس تبقى عندها اكسس لبطاقتك لرخصتك، فهتبقى انت. فطبعا التحويل ده هتبقى هتنقل البلد نقله تانية، بس برضو لازم نبقى مخليين بالنا التمن ايه، ويبقى فيه وعي للمستخدم، لان زي ما قلت حضرتك مش دايما بيبقى المشكله في السيستم. يعني احنا عندنا دايما يقول السيستم ده وحش، السيستم ده حصل فيه مشكله، لا هو السيستم ما حصلش فيه مشكله، هو حد استغل حاجه صغيره وانا كمستخدم سمحت بيها. يعني لما حد يقول ده حد عمل هاك للواتساب بتاعي، مش عشان الواتساب وحش، عشان انت جالك لينك وانت دوست على لينك انت مش عارف هو جاي منين. هيك فاهم قصدي ايه؟ فهو مش بس على الحكومه ومش بس على الناس اللي بتعمل اكيد السيستم. احنا كمان لينا دور طبعا. مظبوط طبعا. مزبوط. طيب دكتور، الجلسات والوركشوبس او ورش العمل عفوا دايما بيبقى فيه جنسيات مختلفه وثقافات وخلفيات مختلفه، وبيكون في نقاشات وحوارات كمان متبادله عشان نقدر نخرج بتوصيات، خلينا نقول توصيات
تهم كل اللي كان حاضر او كل اللي كان مهتم بموضوع المتعلق بالورشه. سؤال حضرتك انطباعات الحاضرين ان كان سبيكرز او ان كان حتى الشباب الموجودين من جنسيات مختلفه، انطباعاتهم وردود افعالهم كانت ايه حتى مشاركتهم؟ احنا الانطباع الحمد لله كل الناس مبسوطه، كل الناس فعلا شايفه الفرق، كل الناس شايفه التطور. احنا كنت انا وباشمهندس عماد الوحيدين المصريين في السبيكرز، كان معنا حد من كينيا وكان معنا حد من الصين، والناس كلها بتقول انه انا ما كنتش متخيل الموضوع هيبقى عامل كده. يعني حتى في ناس كتير قوي كانت جايه بس الورش عشان كانت معزومه في الورشه وكانت ماشيه بعديها، ناس كتير قوي مدت مده الاقامه بتاعتها، واظن احنا عاملين مشكله في الطيران دلوقتي. ان هم شافوا انه لا انا في فرق، انا لو وجودي ده هيفرق مع الناس، في ناس عندها استعداد انها تسمع، في ناس عندها استعداد انها تستفيد. فالانطباع كله فعلا يشرف ويفرح. وكمان بالنسبه للشباب، يعني انا قابلت ناس كتير وانا جايه في الطياره، الناس جايه من كل حته، فبقول لهم انتوا عرفتوا عننا منين اصلا؟ يعني الفورم ولا المنتدى انتوا سمعتوا عنه منين؟ فكل الناس يقول لك انا اعرف حد جه في 19 وانبسط قوي وقال لي لازم تروح، انا كنت موجود في اول فيرجن منه وكنت بحاول اقدم كل سنه عشان اجي وانبسطت جدا ان انا جيت تاني. فالواحد مبسوط ان المنتدى بنقول عليه سستينبل، معرفش الاستدامه، فكره ان هو مستمر ونجاحه مستمر، طلع بكواليتي عاليه جدا ومحافظ على الكواليتي دي. ده بقى يخلينا نسالك، زي ما انت بتقولي وانت جايه الناس كانت بتقول ان هم جم عن طريق اصحابهم، سمعوا ان كان في ناس جت شاركت، ده يخليني اقول لك ان انت بقيتي مسؤوله دلوقتي، لانك اول ما هتسافري من هنا، يعني على سبيل المثال تجربه صغيره جدا، انت دلوقتي قلتي غيرت البطاقه بتاعتك في ما فيش وقت وجات لك لحد البيت، اعتقد ان تجربه زي دي ممكن انت كمان تنقليها بره عشان تعرفي الناس مستوى التقدم التكنولوجي اللي مصر وصلت له، منتدى شباب العالم بيناقش ايه. فاعتقد ان كمان جيرانك اصدقائك هناك زمايلك في العمل اكيد بتتكلمي معاهم، فاعتقد مهم جدا كمان انك تعرفيهم وتتناقشي معاهم في الحاجات دي، لانه ممكن كمان يكونوا ضيوف كمان ويشاركونا في النسخه اللي جايه ان شاء الله. هو احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها بلوج بوست على تجربتي في المنتدى الشباب. انا جالي الشرف ان انا كنت جالي الانفيتيشن او يعني الدعوه ان انا ابقى متحدثه ومديره الورشه، بس لما بعد تاني يوم بعت لمديري طيب احنا محتاجين نتكلم احنا محتاجين نتكلم، مصر بيحصل فيها كتير قوي، احنا محتاجين نتكلم بالظبط. طب ايه الحاجه اللي حصلت اللي خلتك تقولي انا لازم اتكلم ولازم احكي عن تجربتي في منتدى شباب العالم؟ هو انا زي ما قلت لحضرتك دي اول مره ليا، فانا ما كانش عندي توقعات خالص، انا كنت متخيله انها تبقى وركشوب، ما كنتش متخيله الدايفرستي او الاختلاف بتاع الحضور، وما كنتش متخيله الكميه المجهود. وده طبعا يعني انا احب اشكر كل الناس من اول الناس اللي موجوده في المطار لحد حضراتكم لحد الناس اللي كانت بتورجنايز الوركشوبس، الناس فعلا شاطره جدا وعارفه هي بتعمل ايه، وزي ما كان حد بيقول انه الناس دي مش مستنيه اي حاجه، الناس دي فعلا صحيح بتساعد من قلبها مظبوط، وفي كل حاجه في كل حاجه في كل حاجه. فانا ده بهرني انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيره قوي. احنا الوركشوب دي مش الوركشوب، المنتدى هو بيوازي اكبر مؤتمر في التكنولوجيا عندنا. احنا في كونفرنس اسمه كاي CHI كمبيوتر هيومن انتراكشن، ده اكبر كونفرنس واللي بينشر فيه ده بيبقى المانيا جدا، ده لا مش المانيا كمان على العالم، والمنتدى اكبر منه. فانا كان بالنسبه لي كنا بنقول احنا لما قال اكبر منه من حيث ايه دكتور الحضور، يعني احنا المنتدى اظن بيوصل يعني قبل الكورونا كان 8000 مشترك، احنا الكونفرنس بتاعنا لما كان بيجيب 4000 بنقول احنا السنه دي اكتر عدد، فطبعا التنظيم بيوري قد ايه احنا نقدر ننظم حاجه كبيره. كمان الاختلاف الثقافات والناس جايه من كل حته، المؤتمر غصب عننا عشان هو تكنولوجيا فهو بيبقى امريكا واوروبا معظمهم، صحيح اسيا شويه، الاشتراك الافريقي مش اكتر حاجه للاسف، بس الواحد جه هنا هي العكس، انه لا في وجود عربي وافريقي قوي جدا وفي وجود اوروبي وامريكي واسيوي، فتحس انه هو احنا جبنا كل حاجه صحيح. فعشان كده لما قلت له احنا محتاجين نجي نتكلم، احنا كنا فاكرين احنا من كونفرنس كبير، احنا مش حاجه ده كويس طبعا. طيب رساله منك بقى دكتوره اخيرا، يعني رساله منك للشباب اللي لسه عندهم طاقه سلبيه، يشوفوا يتكلموا مع الناس يتكلموا مع الناس يعني قلتي في البدايه ان اهم حاجه ان الاحباط ما كانش موجود،
ده حقيقي. فلسه برضو اكيد في شباب في مصر عندهم احباط فعايزين رساله منك تقول لهم ايه؟ ان يكون في شويه ثقه وفعلا مش كلام اعلام. انا عارفه ان احنا على التلفزيون المصري بس هو مش كلام اعلام فعلا، هو جربوا وجربوا يتوصلوا صوتكم، وساعتها لو صوتكم ما وصلش يبقى ساعتها ليكوا حق في الاحباط. بس انا باكد انه لا، صوتكم هيتسمع، ولو في فعلا توصيه هتفيد الناس وهتفيد البلد وهتفيد الدنيا كلها هتتطبق. ومنهم منتدى الشباب ده اكبر مثال انه ده كان توصيه صحيح وهو شغال ومش ما اتعملش مره. كان مؤتمر الوطني للشباب في 2017 في الاسماعيليه. مظبوط. وهو شغال وما اتعملش مره وسكته، اتعمل مره واثنين وثلاثه واربعه، حتى وقت التحديات زي دلوقتي وقت الكورونا هما برضو الناس عرفوا يعملوه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. دكتوره يمنى علي، استاذ في الكليه الحربيه الالمانيه في ميونخ، شكرا جزيلا ليكي. شكرا يا فندم. ميرسي. نشكرك يا دكتور. طيب احنا هنروح دلوقتي لفاصل، بس بعد الفاصل معنا ايباي شاذلي، معنا لقاء مهم جدا مع السيد اريك اوشلام مدير مكتب منظمه العمل الدوليه، كان طبعا من ضمن الناس والشخصيات المهمه جدا اللي كانت مشاركه في المنتدى، وكان مشرف كمان على ورشه عمل تحضيريه وبيشارك في جلسات مهمه جدا في المنتدى. هنتابع هذا اللقاء ولكن بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية ألو. مساء الخير يا فندم، مبروك كسبت معانا 5000 جنيه، ممكن رقم كارت حضرتك عشان نحول لك المبلغ؟ بيئة الأعمال وريادة العمل وخلق فرص عمل من أهم الملفات اللي هيتم مناقشتها في منتدى شباب العالم، عشان كده بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية. We're very delighted to have you, sir, with us today. سعداء بوجودك معنا اليوم. أخبرنا عن انطباعك بالمشاركة في منتدى شباب العالم. صباح الخير، هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى، وكذلك المرة الأولى التي تشارك فيها منظمة العمل الدولية في المنتدى كمؤسسة مشاركة. نظمنا بالأمس ورشة عمل لتذوق طعم المنتدى إن صح التعبير، وكانت مشاركة رائعة، وهي عبارة عن ورش قبل المؤتمر، ورأينا الكثير من المشاركين من حول العالم، من الصين والولايات المتحدة وتشاد وبلغاريا واليونان، وبالطبع الكثير من شباب مصر. وكان اللقاء رائع رغم ما نعيشه من ظروف فرضتها جائحة كوفيد-19 التي تحتم علينا تخفيض عدد المشاركين، العدد الذي كان في نسخة عام 2019، ولكن من الجيد رؤية هذا العدد من الشباب الذين يجتمعون ويناقشون معا، والمنتدى يعتبر فرصة كبيرة لهم. فيما يتعلق بمشاركة منظمة العمل الدولية في ورش عمل بالأمس، هل تخبرنا أكثر عن هذه الورشة حول ريادة الأعمال ومشاركة المنظمة في هذا الخصوص؟ فما هي الموضوعات الأساسية التي تناولتها الورشة؟ وما التوصيات التي خرجت بها؟ نعم، نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع منتدى شباب العالم بالأمس بعنوان ريادة الأعمال، والتي شارك فيها 60 شابا، وكان 85% منهم بالفعل رواد أعمال أو يريدون أن يكونوا رواد أعمال. فمن الرائع رؤية شباب من جنسيات مختلفة كما قلت يريدون أن يصبحوا رواد أعمال، وتريد المنظمة تحقيق هذا لأنها تعمل على خلق بيئة الأعمال الداعمة أو تدعم ريادة الأعمال، وهذا بالفعل نقوم به في مصر. وهذا بالفعل ما نقوم به في مصر في مبادرة صنع في مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. فكل هذه الأنشطة تدعم ريادة الأعمال. فورشة الأمس كانت حواراً مهماً جداً، ليس فقط مع الشباب المصري ولكن مع شباب من مختلف البلاد. ولقد رأينا تحديات كذلك فيما يتعلق بكيفية تحسين بيئة العمل.
وتيسيرا على الشباب لتسجيل شركاتهم، وهذه من إحدى توصيات الورشة حول تيسير وتسهيل الإجراءات على الشباب، وذلك بتقليل الإجراءات الخاصة بتسجيل شركاتهم وأيضا تشجيعهم على تدشين مشروعاتهم الخاصة. كما ناقشنا أوجه القصور في الوصول إلى المعلومات ليس فقط حول تأسيس شركة، ولكن ما هي الوسائل الأخرى لتأسيس الشركة. فهم بحاجة لمعرفة المعلومات وأيضا معلومات من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة أو من الجهات الحكومية أو من خلال ورش العمل التي تدعم الشركاء في تأسيس شركاتهم. فهم يسألون عن المزيد من المعلومات، وهنا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات للشباب. والتوصية الأخرى التي خرجت بها من الورشة هي الحصول على التمويل، فهناك الكثير من الأفكار الرائعة واللامعة ولكنها تحتاج للاستثمار لتأسيس شركة. وناقشنا إمكانية التمويل من الحكومات وإيجاد طرق للاقتراض لدى بعض الدول، حيث لدى بعض الدول آليات لتمويل الشباب، ومنها على سبيل المثال المبادرة المصرية صنع في مصر، ونفس الأمر في بلدان أخرى. لذا نعم، بإمكان الحكومات أن تدعم الشباب لتدشين شركاتهم الناشئة. والنقطة الأخيرة تتعلق بالتشبيك، أي نتعلم طريقة التشبيك، وبالأمس كان مثالا جيدا على التشبيك بين الشباب من جنسيات مختلفة. كما قلت، نعم حضروا المؤتمر، ولكن أيضا تبادلوا فيما بينهم التجارب لمعرفة الأخطاء والجوانب الإيجابية، كذلك خاصة بعد تأثير الجائحة، حيث ذكرت إحدى رائدات الأعمال أنها أوقفت نشاطها أو نشاط شركتها الناشئة بسبب الجائحة، ولكنها ما تزال تريد تدشين شركة جديدة لأن لديها روح إيجابية. فمن هنا تبادل الخبرات بين رواد الأعمال مهم للغاية، وهذه التوصيات على الأقل لمصر، حيث أننا نتعاون مع جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية. يمكننا من هذا دعم الشباب رجالا ونساء، وخير دليل مشاركة الأمس، ونحن يمكننا دعمهم بقوة كذلك. تشارك منظمة العمل في الجلسات الحوارية الرئيسية في المنتدى الذي ستطلق فعالياته في يوم الاثنين القادم والأيام التالية. فما هي الجلسات التي ستشارك المنظمة بها، وهل تخبرنا بتفصيل أكثر؟ نعم، تشارك المنظمة في جلستين، وأنا شخصيا سأشارك في جلسة منهما بعنوان دور المنظمات الدولية بعد جائحة كوفيد-19. نعم، نحن ما زلنا نواجه الجائحة، ولكن أتمنى التغلب عليها، وأن يكون هذا هو العام الأخير للجائحة، وأن يكون دورنا هو دور داعم للحكومات ومجتمع الأعمال والعمال كذلك في ظل الجائحة. وكان هذا تحدي لنا كمنظمة لتكييف برامجنا وتغيير الأولويات لدعم الأعمال والعاملين في هذه الفترة، حيث عملنا على إيجاد شراكات جديدة واستمرار شراكاتنا مع الحكومات ووزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات، وهذا ما سأقدمه في إحدى الجلسات، كما أننا سنشارك في جلسة ثانية حول الأعمال والتغير المناخي مع زميلي جوزيه مانويل ماديانا، والتي ستتناول أيضا بيئة الأعمال وكيف على الشركات أن تتأقلم مع التغير المناخي، سواء بشأن التشغيل وكذلك تأثير التغير المناخي على عدد من القطاعات والشركات. بل وهذا التغير المناخي يخلق فرصا لشركات جديدة. كذلك تشارك وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية في المنتدى بجلسات أخرى، وبهذا تكون الأمم المتحدة مشاركة بفاعلية في المنتدى. كما ذكرت من قبل أن الجائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات والأعمال. في ضوء ذلك، كيف أثرت الجائحة على سوق العمل وكذلك في مستقبل العمل؟ بالطبع لقد رأينا بعض الأرقام التي لم نشهدها في الماضي مقارنة بهذه الأرقام بين عامي 2021 وما كان عليه الوضع في عام 2019 قبل الجائحة. وبالطبع ليست كل الدول تأثرت بنفس المستوى، ومصر كانت مثالا جيدا على المرونة والتكيف، ولاحظنا النمو في مصر الذي لم يكن له مثيل في العديد من الدول، لأن تأثير الجائحة لم يكن قويا كغيرها من البلدان.
the impact was much stronger than here. Yes, there is an impact on unemployment. But because last year there was kind of نعم بالطبع كان هناك تأثير في الأشهر الأولى، ولكن العام الماضي كان هناك دعم للاقتصاد ولو بشكل جزئي، ولكن التأثير كان أقوى في عام 2020، ورأينا في 2021 بداية جديدة، ونحن ما زلنا في حاجة لدعوة المزيد من الناس للمشاركة، ولقد رأينا أثر الجائحة على المرأة والشباب كذلك. فلسوء الحظ كان من السهل على الشركات الاستغناء عن النساء والشباب أكثر من الرجال، ولذا تأثر الكثير منهم بسوق العمل، ونتطلع الآن إلى مشاركة المرأة في سوق العمل مثل ما كان عليه الوضع منذ سنتين، لأنهن تأثرن بالجائحة وفقا للإحصائيات. ونحن نتعاون مع الحكومات لإيجاد آليات لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل لتعويضهن عن آثار كوفيد-19، وبالطبع الكثير من الأعمال والشركات أجبرت على الإغلاق بسبب ما واجهته من تحديات كثيرة، فبعضها أجبرت على الإغلاق، ورغم أنه لا يزال أن أثر للجائحة، ولكن نتمنى أن يكون عام 2022 أفضل. بالحديث عن التعاون مع الحكومات، هناك علاقة قوية بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية، فهل أخبرتنا بمثال من هذا التعاون بين المنظمة ووزارة الشباب فيما يتعلق ببرنامج التوعية الثقافية الذي بدأ تنفيذه العام الماضي والذي من المقرر إتمامه في الربع الأول من هذا العام؟ ينعقد هذا البرنامج تحت عنوان منظمة العمل الدولية تتحدث إلى الشباب حول مستقبل العمل، فلك أن تخبرنا بالمزيد عن هذه البرامج؟ نعم، لدينا برامج مختلفة مع الحكومة، وهذا البرنامج الذي انطلق في ديسمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهو مبادرة جديدة للتواصل مع الشباب، وقد نظمنا بالفعل ورشتي عمل في الإسكندرية، عذراً، في القاهرة ودمياط، لأنه بالطبع إذا تحدثنا عن العمل لابد أن نتحدث إلى الشباب الذين هم بالفعل في سوق العمل أو بالجامعات ولديهم القدرة على الوصول إلى سوق العمل. وهذه المبادرة تم مناقشتها منذ عامين في الاحتفالية بمرور 100 عام على تأسيس المنظمة. وتناقش الورشة كيفية إيجاد وظيفة في ظل التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي الذي أوجد تحديات جديدة لإيجاد وظائف، حيث هناك وظائف سوف تختفي من السوق تماما، ولكن من المهم أن يعرف الشباب عن واقع سوق العمل. وعن أوضاعه ليس فقط في الوقت الراهن، ولكن بعد 5 أو 10 أعوام لمعرفة نوع الأعمال والوظائف عند دخولهم لسوق العمل. ومن المهم أيضا التشبيك بين الشباب والشركات، لأن الشركات تعرض الوظائف ولديها احتياجات محددة وبعض المهارات الفنية، ولهذا من المهم تدريب الشباب على تنمية هذه المهارات. ولدينا أيضا برنامج آخر مع وزارة الشباب والرياضة بعنوان أندية البحث عن وظائف، ويهدف هذا البرنامج لتدريب الشباب على كيفية الحصول على وظيفة. فنحن لا نقدم لهم وظائف، ولكن ندربهم ونزودهم بالسبل لإيجاد وظائف، ومنها على سبيل المثال كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية التحضير للمقابلة الشخصية والاستعداد لدخول سوق العمل. وهذا إحدى الأمثلة للتعاون مع الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، وهناك أيضا تعاون مع وزارة القوى العاملة حول الحوار المجتمعي، وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروعات الأمن الاجتماعي والاقتصاد، وشراكة ميس ميديا التي ذكرتها من قبل. ولدينا قطاع كبير من التعاون والأنشطة مع مختلف الوزارات في مصر. السيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. شكرا، شكرا لكم.
اهلا بحضراتكم مره تانية. لو نفتكر منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه في 2018 كان في جلسه مهمه جدا اسمها داي زيرو او اليوم صفر. ده معناه ان في دول في يوم من الايام هيجي عليها الوقت مش هيكون فيها نقطه ميه. في تحديات كتيره جدا بتواجه كل الدول في ملف المياه، سواء في نوعيه المياه الموجوده، في المياه الجوفيه، في دول شحيحه، في مياه الامطار، في دول حبيسه، في تحديات كتيره جدا لدول كتيره. لكن خلونا نتكلم عن التجربه المصريه. احنا خلال الفترة اللي فاتت الدولة بتشتغل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، اي مورد مائي موجود في مصر بنشتغل على تعظيم الاستفادة منه، حتى بنعمل مشروعات زراعية لكن المية بتاعت المشروعات الزراعية دي جاية منين؟ مصدرها ايه؟ فهنلاقي ان في مياه جوفية، وهنلاقي في محطات تحلية لمياه البحر، هنلاقي ان في محطات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وغيره، يعني مياه الصرف الزراعي بيعاد استخدامها اكتر من مرة، يعني الموضوع مش يعني بنحاول نحافظ أكبر قدر ممكن على كل قطرة مياه، ده بالإضافة إلى نظم الري الحديث. فإحنا عندنا نهج وعندنا خطة الدولة شغالة عليها خلال الفترة اللي فاتت عشان نستفيد من كل قطرة مياه موجودة. من ضمن الجلسات المهمة جدا الموجودة في منتدى شباب العالم مستقبل تكنولوجيا المياه والتجربة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، عايزين نتكلم عنها بكل التفاصيل مع الدكتورة إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي. دكتورة إيريني أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. صباح الخير يا فندم منورانا. صباح الفل. طبعا احنا عندنا تفاصيل كتيره قوي وعايزين نستعرض برضو تجربه حضرتك في المانيا وفي دول كتيره مش في المانيا فقط، وعايزين نعرف احنا وصلنا لفين، بس في البدايه عايزين نفهم يعني ايه تكنولوجيا المياه. تكنولوجيا المياه زي اي تكنولوجيا، زي ما حضرتك عارف انه احنا بنعيش دلوقتي في مرحله بنسميها الثوره الصناعيه الرابعه، زي ما هي في كل المجالات فهي برضو في المية زي أي حاجة يعني. فاحنا عندنا النهاردة في ثورة في تكنولوجيا المياه لإعادة استخدام المياه لطرق التحكم في محطات المياه والصرف الصحي. طبعا اللي بنقوله على المية يمشي على الصرف الصحي، يمشي كمان على إعادة استخدام الفضلات. فيعني التكنولوجيا اللي موجودة النهاردة تكنولوجيا كلها زي ما بنسميها سمارت أو انتليجنت، كل حاجة ذكية جدا حتى في محطات المياه والصرف الصحي. طيب دكتور إيريني، احنا كان عندنا مشكلة في وقت سابق يمكن حتى ما كناش بنفكر ان احنا نلاقي ليها مخرج او حل، وهي فكرة المصب الواحد. كان عندنا كمان اهدار كبير جدا للمياه، حتى طرق الزراعة القديمة، طرق الري القديمة وطرق الزراعة القديمة، الترع كان فيها مشاكل، كان عندنا مشاكل كتير جدا الحقيقة في فكرة استخدام الأمثل للمياه. سؤال حضرتك، شايفة خطوات مصر إزاي، رؤيتك لخطوات مصر في فكرة ترشيد استهلاك المياه في وقت العالم بيتكلم أنه هنوصل لمرحلة أنه المياه هتكون أغلى من الذهب؟ بالظبط. اولا الحقيقه التجربه المصريه انا كان يعني كان ليا الشرف ان انا كنت مسؤوله عن الجزء ده في الورشه اللي احنا قدمناها، فقد كده الحقيقه حاجه مش بس لاني مصريه بقول كده او كلام مجامله الحقيقه، لكن التجربه المصريه تجربه قويه جدا ورائده في الموضوع ده. الخطوات اللي اتخذت في سنين قليله خطوات كانت مهمه قوي انها تحصل، زي مثلا وزاره الري والجهود بتاعه تبطين الترع. الموضوع ده كان مشروع مهم قوي، مصر عملت فيه شغل كويس قوي. إعادة استخدام المياه سواء بقى المياه الزراعية، وأنا عايزة يعني النهاردة أصدمكم شوية ونتكلم زيادة شوية عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وما نبقاش متضايقين ولا قلقانين وإحنا بنقول الكلمة دي. الحقيقة مصر كمان أخذت خطوات في إعادة استخدام المياه بشكل عام، يعني من خلال المعالجة الثلاثية. محطات تحلية مياه البحر بقت موجودة بكثرة وبدأت تبقى فيها يعني تواجد كبير في مصر. فكرة اللي إحنا بنسميها non-conventional water resources اللي هي البحث عن المصادر غير الاعتيادية اللي احنا مش متعودين عليها علشان نغطي منها الاحتياجات. بس انا كمان فرق معايا انه احنا نبقى فاهمين ان احنا مش لوحدنا، مصر مش هي الدولة الوحيدة اللي عندها مشاكل في المية، بالعكس مصر يعني عندها تجارب رائدة في انها تتغلب او انها تاخد خطوات تجاه المشكلة دي. طيب حضرتك عملتي تجربة مهمة جدا وتجربة عظيمة في ألمانيا، محطة صرف بتنقي المياه وبتمد نفسها بالطاقة وبتغطي تكلفتها كمان.
هي الحقيقة إحنا لما نبقى عارفين إنه استهلاك الكهرباء في أي كوميونيتي في أي مكان من أكبر المستهلكين هي المحطات المية والصرف الصحي أو محطات اللي زي كده، استهلاكها في الكهرباء عالي قوي، وده جزء كبير من التكلفة، لأنه إحنا عندنا نوعين من تكلفة المحطات لأي حاجة بنبنيها. بنبني في تكلفة البناء البداية اللي هي بنسميها الكابكس، وتكلفة الأوبريشن أنت تشغل المحطة. فالتكلفة العالية دي جزء كبير منها قوي الطاقة. ففي تكنولوجي بقى لها سنين كتيرة الحقيقة مش جديدة، اللي هي استخدام الدايجسترز في محطات الصرف الصحي. الدايجستر ده باختصار شديد ان انا باخد الحمقى المخلفات اللي خارجة من محطة الصرف الصحي وادخلها في خزان واقفل عليها واعمل لها تفاعل لا هوائي بالبكتيريا يطلع لي غاز. الغاز ده باخده ادخله على مكنة تطلع لي كهرباء. سمبل أسيت. الكهرباء دي اقدر اشغل بيها المحطة، فده يفرق معايا قوي في التكلفة اللي انا بشغل بيها المحطة. يعني بيفرق في ده اللي بيخليها انها تجيب زي ما بيقولوا تجيب تكلفتها. فاحنا كمان برضو بالمناسبه في محطات في مصر شغاله بالسيستم ده، وانا بشجع جدا ان احنا نكتر قوي منها، زي محطه الصرف الصحي اللي في جبل الاصفر. المحطه دي دلوقتي شغاله بطاقه اكتر من 50% من احتياجاتها بتغطيها بالانرجي اللي هي بتطلعها المحطه. فيعني ممكن نوصل كمان لمعدلات لسبعين وثمانين. عندنا محطات، المحطة اللي احنا كنا شفناها في ألمانيا، بعمل كونكشن على الشبكة، شبكة الكهرباء، أنا عندي إكساس في المحطة، يعني عندي كهرباء أكتر من احتياجي، بديها للشبكة المنطقة. بقى دلوقتي عندي يعني أنا بنت الكهرباء أخد أنا بنت الكهرباء كمان، بنت الكهرباء وطلعها تاخدها مني البلد، تاخدها مني شبكة البلد وفي وقت ما أنا ما عنديش البلد تديني. فأقصد أقول أنه ده مصدر مهم جدا للطاقة، والطاقة النظيفة على عكس ما يجي في بالنا. دي من أهم من أجمل أنواع الطاقة يعني. طبعا ده أكيد، والعالم كله بيتجه للطاقة النظيفة الحقيقة. دكتور طيب دكتور حضرتك، واحنا بنتكلم قبل الهوا قلتيلي احنا في ألمانيا احيانا بناخد الاطفال بيكنيكس او رحلات لمحطات الصرف الصحي. صحيح. وانا سألت حضرتك بعدها هل ده ينفع عندنا في مصر، وتحدثنا في هذا الموضوع. انا حابة اكلم يعني حضرتك طبعا اجابتك للناس، وكان كمان سؤالي التالي هو شايفة مشكلتنا، المشكلة اللي بتواجه الصرف الصحي في مصر دلوقتي ايه، وازاي نقدر نتغلب عليها؟ هي فكرة ان احنا ناخد الاطفال يعملوا بيكنيك في محطة الصرف الصحي، انا شايف انه ممكن يحصل في مصر في محطات زي مثلا الجبل الاصفر، لان انا شفتها بنفسي. ممكن، لكن عارفة ان دي محطات قليلة اللي نقدر نعمل فيها كده. دي المحطات الجديدة بس انا اقدر احط ده كمان بالنسبة لي كتارجت، لانه انا دايما كهدف. بحب كهدف انا بحب ان احنا نشتغل في موضوع انه التكنيك يعني الجزء في المحطات الفني مرتبط بالحياة اليومية. فلو أنا بقى ده جزء من كهيئات مجتمعية في ذهنها، مش بس المسؤول عن محطة الصرف الصحي هو اللي في باله ده، لكن أنا كمجتمع مدني كإعلام بقول أنه من أول الطفل الصغير لازم يفهم أن محطة الصرف الصحي دي مش حاجة يعني بشعة ما ينفعش نروح عندها. بالعكس، دي ممكن تكون فعلا أنا أشوف بنفسي اللي بيحصل في الصرف اللي بيطلع، عشان صورة دهنية كده عندنا بمحطة الصرف الصحي، صورة دهنية خاطئة خاطئة إن كانت الإدارة والتعامل معها سليم. بالضبط كده، بالضبط. يعني في جزء الأولاني بس، جزء المصافي، وفي جزء معين اللي بيكون فيه روائح كريهة، ودي يعني مش لازم ده أعمل فيه بيكنيك، ما فيش أي داعي يعني. لكن في من بعد كده، بعد ما المية بدأت تخش في مراحل معالجة التانية، ممكن جدا أعالج الأودر، الريحة ما يبقاش عندي ريحة. كسرة الزراعات في محطات الصرف الصحي بيفرق قوي، وخصوصا أنا بقدر أرويها كمان بالمية اللي أنا اللي خارجة المعالجة من عندي. فاللي أنا عايزة أقوله، لو إحنا حطينا هدف إنه أنا أعلم الطفل من هو صغير إزاي يتعامل مع الصرف الصحي في البيت، مش هيرمي حاجة غلط في التويلت، مش هيحس إنه في مشكلة كبيرة في الـ في الـ في, الـ في الصرف الصحي، لأنه ده جزء من حياتنا بنتعامل معاه، وجزء كمان مهم نستفيد منه. بكل تأكيد. دكتورة إيريني، خليني أقول لحضرتك يعني من خلال متابعتنا خلال الفترة اللي فاتت، وأكيد حضرتك لمستي ده، إن مصر مهتمة جدا بعلماء الموجودين في الخارج، ودليل ده حضرتك موجودة طبعا بتشاركي في منتدى شباب العالم، ودايما حاضرة وبقوة في مؤتمرات مصر تستطيع، وبتتكلمي عن هذا الملف، وبتتكلمي عن تجربتك كمان في ألمانيا وفي دول كتيرة كمان في العالم. عايزين نعرف احنا وصلنا لإيه. يعني حضرتك أكيد تابعتي من فترة في مؤتمرات مصر تستطيع، وبيكون ليكي آراء ورؤى بتطرحيها في ملف المياه. شايفة الوضع دلوقتي بقى عامل إزاي؟ الحقيقة الوضع مبهر
بمنتهى الصدق الخطوات اللي بتاخدها الحكومة المصرية في اتجاه المية والصرف الصحي. طبعا أنا بتابع كمان المجالات الأخرى بس أنا بتكلم في المجال اللي أنا يعني بيهمني قوي. فعلا خطوات مبهرة ومش بس بالنسبة لي أنا لكن حتى لما احنا بنبص على ده من برة وبنشوف اللي بيحصل يعني كتير مش بنبقى مصدقين كل ده بيتعمل في الوقت القليل ده. ففي رؤية واضحة زي ما حضرتكم قلتوا في البداية لإعادة استخدام المية, في يعني في إحساس بأهمية وقيمة القضية اللي احنا بنناقشها اللي هي قضية المية والصرف الصحي والفضلات, لأنه النهاردة دي قضية ما فيهاش فصال, يعني لازم ناخد خطوات ولازم ناخد قرارات فيها. فالحقيقة فعلا في خطوات إيجابية جدا, سواء زي ما أنا حكيت عن المشروعات اللي بتتعمل من خلال وزارة الري, وزارة الإسكان, وزارة الإنتاج الحربي بتشتغل دلوقتي في فكرة التصنيع الجزئي حتى لمحطات المية. في خطوات إيجابية جدا متاخدة في الاتجاه ده. دكتور إيرين, حضرتك كمان خلال حديثك تطرقتي لنقطة مهمة جدا وهي ان احنا عندنا شوية برضو صورة نمطية لفكرة المياه المعاد تدويرها او المعاد استخدامها. زي ما حضرتك قلتي مثلا المياه المعاد تدويرها مثلا مياه الصرف الصحي او مياه المعالجه, مياه الصرف الصحي المعالجه. في ناس تقول ازاي هنستخدمها في الزراعه او ازاي هنستخدمها في دي مياه صرف صحي ازاي هنستخدمها. طب ممكن توضحي النقطه دي للناس يا فندم؟ هو انا بس عايزه اقول حاجه لطيفه شويه يعني بالنسبه لنا احنا لطيفه, انه اسهل مياه نتعامل معاها للمعالجه هي مياه الصرف الصحي. يعني بالنسبه لنا دي اقل ابسط حاجه في المعالجه. يعني مثلا لما يكون عندي مياه الصرف الزراعي بالنسبة لي أصعب في المعالجة, مياه الصرف الصناعي أصعب قوي في المعالجة, لكن مياه الصرف الصحي على عكس ما احنا بنتخيل معالجتها سهلة. والمية زي لأنها عضوية مش كيميائية. بالضبط, لأنها عضوية ولأنه يعني في أول خطوة في المعالجة دايما بتبقى الترسيب. يعني أي حاجة عندك شوية مية فيها عقارة أنت بتحطها كده هتنزل العقارة في الأرض وخلاص في أرضية الكوباية. فإحنا مشكلة الصرف الصحي أغلبه بيبقى السوليدز والحاجات المخلفات الصلبة دي بتترسب لوحدها, فالمعالجة بتاعتها بعد كده خطواتها تعتبر سهلة. إحنا بس زي ما بقول إنه لو رجعنا بذهننا لإنه الإنسان مخلفات الإنسان ما فيهاش أي حاجة وحشة, يعني ما فيش أي حاجة ما نقدرش نتعامل معها, والمية أو مية الصرف الصحي زيها زي أي حاجة عبارة عن مكونات. أنا بقيس ده على إيه؟ بقيس المكونات اللي خارجة بقى من محطة الصرف الصحي. ويمكن أنا بحب أحكي الحكاية دي قوي, إنه أنا أول محطة اشتغلت فيها في ألمانيا اتفاجئت على الإسكادة اللي هي الشاشة اللي بتبين لي البارامترز بتاعت المية, المواصفات اللي طالعة من محطة الصرف الصحي مواصفات مية شرب. فسألت المدير بتاعي وقتها قلت له إيه ده؟ دي المواصفات انتوا بتعملوا بتضربوا البيانات ولا ايه؟ فقال لي انا لو القرار في ايدي هضخها على شبكه الشرب لانها كمان احسن. هو الحمد لله ان القرار مش في ايده, الحمد لله ان احنا مش هناك لان انا مش هنتحمل ده. كناش هنتحمل ده بصراحه. قال لي لكن انا الحقيقه لانه مش في ايدي, بس احنا عشان هو مش بايده احنا يعني اوفيشال بالقانون بنرميها في النهر. بالقانون المياه المعالجه من الصرف الصحي في المانيا بتترمي في النهر, ومن النهر باخد واعمل ميه شرب, مش انا برميها في حته تانية. فعايزه اقول انه اعاده استخدام المياه دي حاجه امنه. منظمه الصحه العالميه في 2017 طلعت مانيوال بيقول انه ايه اللي يتعمل علشان المياه المعالجه تبقى امنه للاستخدام البشري. فحتى منظمه الصحه العالميه قالت ده, ومنظمه الصحه العالميه مش تبعنا, مش بتوع الصرف الصحي يعني. طيب نتكلم عن التغيرات المناخية وتأثيرها, لأن زي ما حضرتك قلتي إن كل الأمور متصلة ببعضها. شايفة إيه الأضرار اللي هتؤثر على المياه في العالم كله من جراء التغيرات المناخية؟ التغيرات المناخية احنا كلنا بدأنا نحس بيها, يعني ما بقاش في حد مش حاسس بيها دلوقتي من خلال اللي بيحصل, من خلال الفيضانات, من خلال حرائق الغابات, من خلال يعني ارتفاع درجات حرارة او انخفاض درجات حرارة. بالظبط, كل الحاجات دي احنا شايفينها دلوقتي. ومن اكتر العوامل اللي بتتأثر بالتغيرات المناخية هي المية, لانه احنا يعني زي ما كنا بنقول احنا كل اللي موجود عندنا من المية للشرب 2.5% من المية اللي موجودة على الكرة الأرضية. احنا النهاردة عندنا واحنا قاعدين دلوقتي في مليار إنسان ما عندهمش مية كفاية, مليار إنسان, وللأسف أغلبهم في أفريقيا.
فانا عندي مشكله ميه اوريدي كبيره قوي، المشكله دي هتزيد مع الوقت لانه انا عندي زياده تعداد سكان للكره الارضيه كلها بتزيد في نفس الوقت اللي المصادر بتاعتي بتقل مش حتى قاعده زي ما هي. فعشان كده بقى لنا فتره، العالم كله بقى له فتره بيفكر طب اتصرف ازاي، اجيب منين ميه، لانه الميه انا بحب اقول حاجه مهمه قوي، انه احنا بنتخيل ان احنا هنشرب بس الميه، لكن الحقيقه لا، احنا بنشرب ميه، بناكل ميه، صحيح، بنلبس ميه، صحيح، بنركب ميه، بنصنع ميه، كل حاجه حوالينا شيء. يعني لو ما فيش ميه فالحياه كلها هتقف. فعشان كده انا لازم النهارده كلنا مع بعض كده بندور على مصادر جديده للميه، وده اللي بيعمله النهارده العالم كله، سواء بقى زي ما قلنا اعاده استخدام النهارده يعني نمبر 1، حتى في الووتر 4.0 اللي هي الثوره الصناعيه الرابعه في الميه، انه انا ازاي اعيد استخدام كل نقطه من الميه. طيب دكتور، من خلال المناقشات اللي طبعا حضرتك اجريتيها خلال وجودك في منتدى شباب العالم، كان في نقاشات اكيد مع دايفرسيتيز، يعني مع 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 عقليات مختلفه، خلفيات مختلفه، بلاد ليها عندها تقدم في هذا الملف، او بلاد متاخره الى حد ما، او ناميه، او بتحاول بلاد بتحاول انها تحدث تغيير في هذا الملف، بما انه زي ما حضرتك قلتي ملف حيوي جدا. عايز اعرف من حضرتك خلال هذه المناقشات ايه اللي تم الاتفاق عليه ان هو لازم ينفذ، ان كانت خطه قصيره المدى او خطه على المدى الطويل؟ هو طبعا المناقشات كانت كتيره قوي، وطلعنا بشويه توصيات في الاخر يعني اتفق عليها الناس كلها، انه زي اي حاجه في الدنيا في حاجه تخص القوانين، انه مثلا في توصيات للامم المتحده ان هي تتعامل مع قضيه الميه على انها مش على انها قضيه اجتماعيه، دي قضيه اسينشال، قضيه حياه او موت يعني. فحتى النزاعات اللي بتتم على الميه لازم يتم التعامل معها على انها نزاعات امنيه وممكن تؤدي الى الحروب. فده مثلا التوصيات للامم المتحده، التوصيات للحكومات للتعامل الرشيد مع استخدام الميه، مع المشروعات الجديده، مشروعات اعاده الاستخدام. لكن بالنسبه لي انا كانت من اهم التوصيات اللي هي التوصيات اللي تخص المجتمع، تخص المجتمع المدني، تخص الاعلام، تخص الشعب كله، الناس كلها في كل حتة في الدنيا مش بس في مصر، ان انا اتعامل مع المية ازاي، زي ما قلنا بقى من خلال الاطفال اعلمهم، من خلال الناس اوعيهم انه ما ترميش المية، ما تفتحش حنفية وتسيبها ماشية، يعني الحاجات اللي هي البدائيات بس اساسية جدا يعني. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إيرين ياستمالك، استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، نورتينا. ميرسي خالص، وبشكرك على كل هذه المعلومات طبعا يعني. ربنا يخليك، انا انبسطت جدا، ميرسي. كل الشكر ليك يا فندم، شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا هنستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مرحب بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ، ولسه مستمرين في نقل فعاليات اليوم التاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والخلاص الفعاليات هتبدأ كمان يعني وقت قليل جدا. هنروح دلوقتي لزميلنا كريم بيبرس من قاعة المؤتمرات عشان يقول لنا آخر الفعاليات وكمان تفاصيل النهاردة. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا شازلي، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا بنغطي ومستمرين في تغطية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، النهاردة تاني يوم للورش الأساسية والرئيسية اللي هيكون موجود فيها الشباب من جميع دول العالم، من الدول الأوروبية والدول الأفريقية وأيضا الدول الأسيوية ومن الولايات المتحدة الأمريكية. الوفود الأجنبية الحقيقة كانوا متواجدين على مدار الأيام اللي فاتت في الورش التحضيرية، وكمان الأيام الرئيسية هي امبارح والنهارده، رصدنا ردود الافعال معاهم. الحقيقه كانوا منبهرين جدا، كانوا معجبين جدا جدا بالمنتدى في حد ذاته، كانوا كمان يمكن بيتكلموا عن نقطه مهمه جدا، هي فكره انه القضايا اللي بيناقشها المنتدى بتمس حياتهم فعلا، وكل واحد فيهم اتكلمنا معاه، من جورجيا، من استراليا، من الولايات المتحده الامريكيه، من غانا، من مصر، من هنا، من دول، من سلطنه عمان، من البحرين، من كل الاماكن اللي ممكن حد يتصورها، فعلا اتكلمنا معاهم، وكل واحد فيهم ليه توجه معين، كل جاي
يتكلم اكتر في التكنولوجيا ويعرض افكاره ويعرض ابداعاته. كانوا اكتر حاجه يمكن منبهرين بيها هي فعلا ان هم قدرتهم ان هم يعرضوا الافكار بتاعتهم. وكمان اللي عجبهم جدا يمكن في الجزء الخاص بالتنميه المستدامه لما كان في الورشه الخاصه بالتغيرات المناخيه، والنهارده كمان هيكون في ورشه خاصه للتغيرات المناخيه وتاثيرها على البيئه. الحقيقه ان هم كمان عندهم افكار وابداعات وخدوا بالفعل اراء الشباب وقرروا ان هم بعد كده هيدرسوها عشان تبقى توصيات يتم العمل بيها في نهايه المنتدى. يمكن امبارح اكيد كلنا شفنا مع بعض افتتاح المسرح ومسرح منتدى شباب العالم، والحقيقه ان احنا كمان يمكن لما رصدنا افعال ردود افعال الوفود الاجنبيه والشباب هنا في المنتدى بعد المسرح قد ايه كانوا مبسوطين بالاحتفال امبارح. النهارده كمان هنتابع مع بعض طبعا الجلسات الرئيسيه وورش العمل اللي هتكون موجوده. هيكون في جزء خاص زي ما قلنا بالتغيرات المناخيه، هيكون في جزء كمان خاص بالتحول الرقمي ما بعد جائحه كورونا، وكمان هيكون في جزء خاص بالتنميه المستدامه. وتحديدا في التنميه المستدامه هيتكلموا على الامن المائي واهميه الامن المائي واهميه التعامل مع الدول اللي كان ممكن هي تجور على الدول المجاوره ليها فيما يتعلق بالامن المائي. كمان الشباب الحقيقه جايين متحمسين جدا، كان في اعجاب يعني شديد جدا بالتنظيم، يمكن اتكلموا كتير قوي على قد ايه هم مبسوطين بالتنظيم من ساعه وصولهم للمطار، نقلهم للقاعات، للاجراءات الاحترازيه، تنبيهات على ارتداء الكمامات طول ما احنا ماشيين في المنتدى. الحقيقه في القاعات المختلفه موجود دايما اماكن لوجود الكمامات وتعقيم الايادي. يمكن كمان امبارح ظهور الروبوتات الخاصه بالتحذيرات الخاصه بالاجراءات الاحترازيه، يمكن قالوا عليهم ايمي، يمكن ايمي كانت الروبوت اللي هي مسؤوله عن التحذيرات والتنبيهات للوفود ان هم اللي مش مرتدي الكمامه لازم يرتدي الكمامه، لازم دايما نحافظ على موجود وفي شاشه، والحقيقه ان هم بيتواصلوا معاهم. كمان في الرابط الثاني مخصوص خاص بقياس درجات الحراره، نقدر نتحرك قدام الرابط واساله بالعربي او بالانجلش ان هو يقيس لي الحراره. الحقيقه ان هو بيكتب الحراره وكمان بيرد عليا، وكمان موجود معاه وسائل التعقيم المختلفه موجوده، والحقيقه ان الروبوتات بتتجول داخل المنتدى. عشان كده كان المنظر مبهج جدا امبارح وفرحه كبيره جدا من الشباب، وهنتابعها اكيد معاكم على مدار اليوم وعلى مدار الايام الجايه. والان عوده ليكم مره ثانيه. كريم بيبرس نشكرك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل المتعلقه باليوم الثاني لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، والحقيقه انه في قضيه اخرى موجوده في اجنده منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، وهي قضيه الاطفال واللاجئين، خاصه كمان ما بعد جائحه كورونا، لانها شفنا هذه القضيه تفاقمت الحقيقه كمان بعد جائحه كورونا نظرا لظروف الجائحه. فبعد ما كان اللاجئين بيعانوا من فكره انهم عدم وجودهم في بلادهم وظروفهم القاسيه، بقى في كمان ظروف اخرى مفروض عليهم وهي ظروف جائحه كورونا. خلينا نتكلم في الموضوع ده وهذا الملف بالتفصيل، ونشوف كمان ازاي ده موجود على اجنده منتدى شباب العالم في دورته الرابعه مع دكتور محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهيئه انقاذ الطفوله الدوليه سيف ذا تشيلدرن. صباح الخير حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، شكرا جدا. يا اهلا بيك. صباح النور. طيب هذه القضيه يا فندم قضيه مهمه جدا، قضايا الاطفال واللاجئين، بس لو اتكلمنا على وقع هذه الاحداث على الاطفال تحديدا فهي اكيد اقوى بكثير. عايز اعرف من حضرتك خلال المناقشات والحوارات اللي دارت مع عقليات وخلفيات مختلفه، الرؤى المختلفه لهذه القضيه ولهذا الملف شكلها ايه؟ طيب اولا شكرا جدا على الاستضافه وعلى ان احنا نتكلم على ملف هام زي ده، مش دايما بيبقى واخد حقه من الحوار يعني، فدي حاجه في البدايه حابب اقولها. الحاجه الثانيه يعني زي ما احنا عارفين تقريبا في 1.4 مليار طفل حوالين العالم في مرحله التعليم ما قبل الجامعي تاثروا بسبب جائحه كورونا. لما حصلت الجائحة مش كل الأطفال اللي موجودين في العالم دول كانت الدول اللي موجودين فيها قادرة على أنها توفر لهم سبل الوصول للتعليم بطريقة آمنة، فحصل تقريبا في 31% من الأطفال دول ما حصلوش على فرصة تعليم على الإطلاق، اللي هم تقريبا 431 مليون شخص. 431 مليون النسبة الأكبر منهم كانوا من اللاجئين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني في مصر احنا موجود عندنا عدد كبير من اللاجئين من 62 دولة
62 جنسية بيعيشوا في مصر. صحيح الظروف بتبقى صعبة، لكن الحاجة الوحيدة اللي احنا بنقدر نقولها كمصريين ونبقى فخورين بيها ان احنا عايشين في نفس الظروف. يعني زي ما احنا عايشين، لو احنا عايشين في مكان الظروف صعبه هم عايشين معانا في نفس الظروف. احنا ما عندناش لاجئين يا فندم، احنا عندنا ضيوف، يعني بيطلق عليهم ضيوف، ما عندناش اصلا مصطلح لاجئين. انا ما بحبش استخدم مصطلح اللاجئين، ولكن هو المصطلح القانوني في الموضوع، فعشان كده ومستخدم من قبل بعض الدول، هو مستخدم بالظبط. الفرق بيننا وبين بعض الدول ان في بعض الدول بتبقى للاسف ان انا استخدم اللفظ ده، حتى اللاجئين في معسكرات على الحدود، احنا كمان فعلى الحدود في اماكن نائيه جدا جدا. في مصر ما فيش اي معسكر للاجئين، فدي كانت برضو اول خطوه من البدايه، من قبل ما يبقى في كورونا او شيء، هم عايشين زينا، فما يسري علينا يسري عليهم. صحيح. يعني اكيد بيحتاجوا مجهود اكبر علشان يقدروا يوصلوا لفرص تعليميه احسن. يعني طيب حضرتك مسؤول دولي، شايف أهمية إن إحنا ننقل التجربة المصرية في التعامل مع ضيوف مصر إزاي بره؟ يعني أنا شايف مثلا وزارة التربية والتعليم المصرية لما بدأت قبل فترة من جائحة كورونا، في اختيار صعب جدا إن هي تروح للجزء التعليم الافتراضي ده، كل بقى جزء الفيرتشوال تيتشنج ده من بداية، من قبل ما تحصل كورونا، واللي هو ده تحدي كان كبير جدا. دي تجربة تستحق الدراسة. الحاجة التانية تجربة وزارة التربية والتعليم في إطلاق قنوات تلفزيونية يتلقى الأطفال من خلالها التعليم، دي كانت حاجة مهمة جدا جدا. يعني قناة زي مدرستنا مثلا، هي قناة وزارة التربية والتعليم، دي كانت من الخطوات المهمة. ليه؟ لأن مثلا زي ما احنا عارفين أن سكان أفريقيا، قارة أفريقيا خصوصا، 90% منهم ما عندهمش أكسس للإنترنت. فأنا لما أجي أتكلم على virtual learning وأنا ما عنديش إنترنت، وإزاي 90% ما عندهمش، و 82% من الأطفال ما عندهمش ديفايس في البيت عشان يخش، مفيش كمبيوتر، مفيش جهاز كمبيوتر فون بالظبط، مفيش وسيله يقدر يدخل منها. فوجود التلفزيون مثلا، دي كانت تجربه حصلت من وزاره التربيه والتعليم، كانت تجربه هامه جدا يعني. فدي برضو من الحاجات اللي هي ممكن تتنقل للعالم. اتعاملت مع الوسيله المتاحه بالظبط. بالظبط، الوسيله المتاحه واللي هي موجوده في بيوت اكتر من الانترنت. صحيح احنا بنأمل اكتر من العالم، ده جزء مهم هنا في منتدى شباب العالم، ان الدول الكبرى، الدول اللي تمتلك الامكانات، الشركات الكبرى الخاصه بالتكنولوجيا، ازاي ان هي تدعم قاره افريقيا. يعني احد المخرجات اللي طلعنا بيها من الورشه اللي احنا كنا فيها الخاصه بمسارات التعافي ما بعد جائحه كورونا فيما يخص التعليم، ان احنا واحده من التوصيات اللي نتمنى ان هي تتبنى عالميا، هي ان ومصر تقودها، ان هي تاهيل مليون معلم في قاره افريقيا على استخدام وسائل التعليم الافتراضي. دي من الحاجات اللي احنا نتمنى ان هي تتبنى بشكل كبير. طب احنا ممكن نعرف باقي التوصيات؟ ممكن جدا اكيد، بس خليني اقول لحضرتك بس اكمل الحته دي كمان فضل. لان في جزء كبير قوي نفسي في الموضوع. انت عارف حضرتك كلنا تاثرنا نفسيا طبعا لما حصل فكره التعليم عن بعد او اي تواصل عن بعد، فكره ان البني ادم مش بيكلم بني ادم، دي كانت فكره صعبه جدا. فزي ان احنا برضو نكون مؤهلين لو لا قدر الله حصل اي حاجه، احنا برضو ما زلنا في موجه برضو 5 تقريبا من الجائحه، ولكن الوضع بيتحسن عموما، ولكن المفروض ان احنا نكون مستعدين للاصعب. يعني كان برضو من التوصيات مثلا تضافر جهود التمويل مثلا، دي كانت من الحاجات الاساسيه في مثلا الجلوبال ايديوكيشن فند، ازاي ان احنا نتعاون كلنا. الفكره مش في عدم وجود التمويل، الفكره في الطريقه المثلى لاستخدامه. فدايما التمويل ده زي لانه احيانا فعلا بيكون في تمويل، لكن او ممكن يصرف في اماكن في غير محلها، او مش في حاجتها، مش الحاجات الاساسيه ليهم، او ما بنشوفش تغيير على ارض الواقع ليهم. بالظبط حضرتك، ده كان برضو احد التوصيات، ازاي نستخدم التوصيات اللي خرجت من اعلان باريس في سنه 2005 الخاصه بتحسين المساعدات اللي هو الايد افكتيفنس ده في باريس ديكليريشن، ازاي ان احنا نمشي على الخطوات اللي طلعت من توصيات المؤتمر ده علشان نحسن عمليات التمويل دي انها تكون بطريقه فعاله. عظيم، ده كويس قوي. طيب كل خبراء التعليم، بما ان حضرتك بتتكلم عن الورشه المتعلقه بالتعليم ما بعد كورونا، اجمعوا على ان التعليم سيختلف تماما عن ما قبل كورونا. واحنا بنتكلم في انواع التعليم ما بعد كورونا، قلنا في البدايه ان كان في تعليم عن بعد، وبعد فتره لما الدنيا بدات تهدى شويه وبدات الناس تطمن، بدا في لقاحات، بدانا يكون في تعليم هجين. بعد شويه بعض المدارس اتجهت الى التعليم الالكتروني داخل المدارس، يعني مساله التعليم حتى الورقي ده برضو يعني بنتجه لاننا خلاص الطالب او الطفل بدل ما كان بيشيل شنطه فيها كميه كتب وكميه كراريس وقلم، خلاص بقى في تعليم الكتروني. شايف ايه نسيبنا في مصر خلال الفتره دي؟ شايف تجربه التعليم اونلاين كانت افضل لوحدها، ولا كان التعليم هجين الافضل؟
يعني خليني اقول لحضرتك، لو انا في موقع ان انا اقول رايي في حاجه زي كده، يعني اميل اكتر لفكرتك في لفكره الهجين الهايبريد موديل دي بشكل عام. ليه؟ لسبب رئيسي جدا. حضرتك عارف ان تكلفه طباعه الكتب دي تكلفه مهوله، يعني انا مش فاكر الرقم بالظبط بس مليارات مثلا بالنسبه لنا هنا في مصر، لان عدد الطلبه في مرحله التعليم ما قبل الجامعي في مصر تقريبا 20 مليون طالب او اكتر شويه، اللي هو قد عدد دول بعض الدول، يعني ممكن مرات مضاعفه 20 مليون، يعني رقم مهول. فلما تكلفه طباعه الكتب دي تكلفه كبيره جدا. طب ازاي التكلفه دي يعاد توظيفها لاشياء اخرى تدعم الطالب؟ يعني ففكره الهايبريد موديل او النموذج الهجين ده هي فكره افضل كمان علشان المخاطر المحيطه بينا عموما. وارد ان هو برضو لا قدر الله تحصل اي حاجه، فزي يبقى عندي انا فرصه ان اذا حصل مشكله هنا انا لا انا عندي طريقه اقدر اتحول بيها لفكره التعليم الرقمي، واللي هي مساله برضو لها تحديات كبيره جدا جدا ومش سهله، وتحتاج الى صبر مننا كمان، لان مش يعني مش هيحصل التغيير في ليله كده، هيحصل ان احنا كلنا بنخش على الانترنت او كلنا، يعني كل حاجه بتاخد وقتها. صحيح. وليها صعوبات، فيبقى في صبر برضو على التجارب دي، لان هي في النتيجه النهائيه بتاعتها هي نتيجه كويسه، بس يكون هجين. يعني انا مش ميال ان تبقى الحياه كلها افتراضيه، صعب على لازم طفل، لازم يكون تفاعل مباشر، في جزء قيمي في الموضوع انا لازم اتعلمه كطفل. لا وسكيلز كمان، يعني في مهارات بيكتسبها من التعامل المباشر اكيد. بالظبط. طيب. طبعا في نقطة يا فندم مهمة جدا، وهي فكرة يعني بتفرضها طبعا برضو جائحة كورونا، هي نقطة عدم عدالة توزيع اللقاحات في الدول النامية. يعني في بعض الدول لم يصل إليها اللقاح. نعم. وفي كمان حتى الدول اللي وصل إليها اللقاح وفيها لاجئين لم يتلقوا اللقاح. نعم. وإحنا شايفين وبنتكلم وحسب الدراسات والأبحاث أنه يجب أن يتم تلقيح 70% من سكان العالم عشان نقدر نسيطر على فكرة المتحورات الجديدة. هل في توصيات؟ هل تمت مناقشة النقطة دي تحديدا في أنه تصل اللقاحات للاجئين؟ نعم. خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. إحنا في الورشة كنت أنا بتكلم على جذور كلمة pandemic، جائحة. كلمة جائحة، بس أنا حابة أقول الجذور بالكلمة في اللغة الإنجليزية. فبان يعني أول، وديموس من اللغة الجريك، من اللغة اليونانية القديمة، ديموس يعني ناس، فكل الناس. فبانديميك يعني كل الناس، يعني انت لو ما عرفتش، لو سبت ناس في مكان ما وصل لهمش اللقاح في اي مكان، هي هتأثر عليك في يوم من الايام ومش هتسيبك. يعني العالم كله واحد، لو حصلت مشكلة عندنا في مصر في عدم وصول اللاجئين بشكل ما، وإن كان وزارة الصحة المصرية متضمنة اللاجئين في اللقاح، كل من هو على الأرض لهم حق بالضبط، بدون النظر إلى بقى عرق أو جنس أو وضع قانوني أو كده، كل الناس لها حق في اللقاح. لكن بتكلم على العالم كمان في مساعدة حتى كل البلاد، حتى إحنا كمان في أعداد اللقاحات اللي بتجيلنا. لا، انت لو سبت الناس في قارة افريقيا او في البلاد اللي مش قادرة ان هي توصلها اللقاحات بالشكل العادل والكافي، ده هيأثر عليك بشكل او باخر، لو مش دلوقتي بكرة. فانت محتاج ان انت تتحرك، لان هي كلها يعني زي ما احنا بنقول في مركب واحدة. صحيح. طيب كمدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهيئة انقاذ الطفولة الدولية، شايف ايه اكتر انواع الدعم اللي ممكن يقدمها العالم لأطفال المهاجرين؟ بص حضرتك، يعني اول حاجة ان انا استرجع نفسي، يعني انا جاي من وضع صعب جدا جدا. تخيل حضرتك ان في اطفال بيجوا ماشيين من، يعني مش عايز اسمي دول معينه، بس بيجوا مثلا لو احنا في منتصف القاره الافريقيه، بيجوا ماشيين من بلاد في منتصف القاره الافريقيه، بيعدي الحدود بلاد كتير جدا لحد ما يوصل لمصر مثلا كبلد، هو يشعر ان دي البلد اللي انا هلاقي فيها امن ان انا ابقى موجود. اول حاجه ان احنا نعمل على استعادة البني آدم ده لنفسه، الجزء النفسي اللي في الموضوع. حاجة تانية ان كل الدول كل الشعوب المستضيفة ازاي ان هي يبقى عندنا برضو وعي اكتر. يعني صحيح على مستوى الحكومات ممكن يكون في مساحة بشكل كبير، ولكن احيانا بيبقى في بعض الممارسات من البعض نتيجة لأي اختلاف في لون، في عرق، في دين، في أي شكل، ما تكونش ممارسات مناسبة. ففكرة تقبل الظروف اللي جاي منها الناس دي والتعامل معهم، إن إحنا في الآخر إحنا كلنا بني آدمين وفي ظروف صعبة هم جم منها، ومحتاجين إن إحنا كمان نتكاتف معهم. ولو هنتكلم بعد فيروس كورونا فالموضوع أصعب، يعني إحنا عندنا إمكانية التباعد الاجتماعي، أعتقد إنه في الدول اللي فيها لاجئين وموجودين في مخيمات على الحدود زي ما حضرتك بتقول ما عندهمش إمكانية التباعد
المعرض الاجتماعي، ما عندهمش امكانيه ان هو يغسل ايده بالصابون باستمرار. صحيح، لكن في نقطه برده، في نقطه في كلامك يا شاذلي وفي كلام حضرتك يا فندم، انه يمكن احنا بنتكلم فيها من منطلق المدينه الفاضله. في بعض البلاد ما عندهاش القدره ان هي تقدر تحتوي وتتعامل مع اللاجئين الموجودين، فهل برضو في تمت مناقشه فكره انه يكون في تمويل من الدول الكبرى او المنظمات الكبرى لهذه الدول ان هي تقدر تحتوي اللاجئين دول؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا مش بنتكلم في الدول اللي بتستخدمهم، احنا بنتكلم في الدول فعلا اللي ما عندهاش قدره انها تحتويهم. ما بس ان انا عايز اقول حاجه مش قادر ما اقولهاش، لا ان للاسف كمان في بلاد كبرى جدا عندها كل الامكانيات وعندها معسكرات للاجئين. ما عشان كده قلت لحضرتك يعني مش هنتكلم عن اللي بيستخدموهم، ولكن هنتكلم فعلا عن الدول اللي ما عندهاش القدره. اكيد، لان انت في ما هو زي ما بقول لحضرتك، هو انت لما هتسيب الناس دول بلا دعم، انت كدوله متقدمه دوله كبرى قادر ان انت اقتصاديا انك تتحمل التكاليف دي، لما هتسيبهم ايه اللي هيحصل لك بعد شويه؟ هتحصل لك هجره غير اعتياديه، هيحصل لك ان الناس مش قادرين خلاص، فهيبتدي الناس تعدي بطرق غير اعتياديه علشان تلاقي امن في البلد. يبقى عندك مجتمع موازي، يعني مجتمع موازي كمان تاني، هم لاجئين دلوقتي حتى يعني حتى اللحظه هم موجودين، وحضرتك يعني هذه الدوله ما تمش التعامل معهم ولا تم دمجهم ولا تم الاستفاده منهم ولا كل ده، فاكيد برضو يعتبروا الى حد ما مشكله موجوده طبعا. لكن فكره تمويل الدول الغير قادره على احتواء هؤلاء اللاجئين، في فعلا هل تمت مناقشه النقطه دي؟ دي ما كانتش من النقاط الأساسية اللي موجودة في الورشة، ولكن هي نقطة بشكل عام مطروحة دائما، سواء من خلال الجهات المعنية زي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو من خلال المنظمات الدولية والحكومات، ده فكرة دائما مطروحة، لأن حضرتك بتتكلمي على عدد لاجئين ونازحين داخليا بيتجاوز 83 مليون شخص حوالين العالم، منهم 35 مليون طفل، فأرقام رقم كبير يعني مهولة، لو أنت سبتها كده العالم هيروح فين؟ وحضرتك قلتي نقطة مهمة بس حابب أمسك فيها، فكرة التعامل مع اللاجئين على إنهم مش عبء، فكرة إدماجهم في المجتمع المستضيف، طاقات بشرية، كتير من إخواننا اللاجئين برضو قدروا إن هم يعملوا مشروعات بشكل ما مع بعض مع آخرين، إزاي الحاجات دي تسهل بشكل أكبر بحيث إن هم يقدروا يحققوا ذاتهم وما يكونوش في نفس الوقت عبء على اقتصاد الدول المستضيفة، خصوصا ان اللاجئين مستضافين على خلاف ما يتصور 85% من اللاجئين حوالين العالم مستضيفين في دول ناميه، يعني بس 15% منهم هم اللي في دول تسمى متقدمه، فالدول المتقدمه برضو لابد ان هي تكون بدورها وان هي تحاول وتعمل على استقبال عدد اكبر من اللاجئين. احنا بنشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا، شكرا للتوفيق لحضرتك. دكتور محمد مؤمن مدير برامج اللاجئين والمهاجرين بهيئه انقاذ الطفوله الدوليه، شكرا لحضرتك. بكده يا مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر، لكن تغطيه القناه الاولى مستمره مع حضراتكم على مدار الساعه لمتابعه تفاصيل والجلسات الموجوده على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه. بشكرك يا جمال. بشكرك يا شاذلي طبعا، كل الشكر. عفوا، واحنا هنسيب حضراتكم، لكن احنا كمان هنروح نحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، والجلسات جلسات مهمه جدا، ملفات مهمه جدا وموضوعات مهمه جدا الحقيقه، هيتم مناقشتها في جلسات النهارده وعلى مدار كمان اليومين القادمين. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، متابعتنا مستمره، نشكركم جزيل الشكر، صباح الخير وسعاده على حضراتكم. صبح عليك مره ثانيه يا شاذلي، صباح الخير طبعا عليك، من يعني من اجمل مكان في العالم كله، هنصبح بكره برضو على حضراتكم حلقه جديده من هذا المكان تحديدا من كونكورد السلام، وزي ما بقول لحضراتكم دايما هذا الفيو الرائع مش موجود غير في مصر، ومش موجود تحديدا بهذه الاطلاله العلويه غير في كونكورد السلام. وقت عشنا كان بيننا مسافه واضحه ومتشافه، وقت عشنا كان امل كبير نرجع يوم ونعيد الايام اللي بدأناه ورسمناه في بلاد الأحلام. Kwa muda.
temperatures d'ailleurs.